بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم مالك وكتابة. الأهلي وتتنازع الاختصاصات، الأهلي وتتصارع الجهات. يوم هو تبع الأولمبية؟ لا، ده تبع الوزارة، والظاهر أن الموضوع بيرتبط بطبيعة الأزمة على الساحة الرياضية. كيف يقحم الأهلي حتى لو على غير حق؟ إبراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في ملك وكتابه وحلقه الخميس. زي ما المهندس عدلي اشار، هو تنازع سلطات وتنازع اختصاصات والرغبه في اثاره الازمات، لانه لما هتتابعوا معانا تفاصيل ما تم تداوله من اوراق قانونيه ومن احكام وغيره، هتكتشفوا الى اي مدى هناك رغبه فيما تبدو ان الارض ما تبقاش مستقره، الى درجه انه في قانون صدر في توفيق اوضاع قانونيه المفترض استقرت بناء على صحيح القانون وصريحه، لكن تظل المساله فيها هذا التفاوت وفيها هذا التنازع غير المفهوم، اللي نتمنى ان شاء الله في حلقه اليوم نضع بعض النقاط على الحروف البارزه. حلقه مهمه. الباشمهندس الف سلام عليك، انت جاي بتعاني من البرد، ما اقدرش اتخلى عنك. لكن عشان بس تعذروه شويه والتون ما يعلاش. فالف سلام عليك. الله يخليك. عموما لدينا خمسه موضوعات مهمه. الاهلي بين اختصاص الجهات وجهات الاختصاص. التاسعه يا اهلي. سته، رقم الاتصالات بالوفاء. الحقيقة التاريخية ناصعة لكن الهري مستمر. المنتخب وصل ورأس الفتنة تطل من جديد. دي العناوين الرئيسية لحلقة النهاردة. الأهلي في كل ده بيستعد بجدية كبيرة جدا. هتشوفوا النهاردة على كل المناحي وفي كل الاتجاهات هناك عمل كبير لإنجاز شيء حقيقي للنادي الأهلي على كل الأصعدة، الناحية التسويقية، الناحية الإنشائية، الناحية الرياضية، وفي الشأن الكروي أيضا. في كرة القدم الأهلي بيستعد للمباراة المهمة جدا، هيسافر الحد إن شاء الله إلى الجزائر عشان يواجه وفاق سطيف يوم الثلاثاء بإذن الله في مباراة الإياب للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. اللعيبة الدوليين انتظموا في تمرينة النهاردة في ملعب مختار التتش، كان شاركوا مع المنتخب في مباراتي إسواتيني في تصفيات كأس الأمم اللي المنتخب تأهل لها في الكاميرون 2019 يا باشمهندس. انتظم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني ومروان محسن، والمنتخب الأولمبي كان بيضم معاه ناصر ماهر ومحمود الجزار وكريم ندفد وأحمد حمدي وأكرم توفيق، والكل انتظم في تدريب الفريق. لحظة انتظرناها كثيرا، عودة المصابين، اكتمال الصفوف، وإن كان يقابلها طبعا تنازع اختصاصات مسؤوليات اللعيبة ما بين المنتخب الأول المنتخب الأولمبي، برضو الحيرة موجودة وتنازع الاختصاصات موجودة، لكن هو ده الأهلي. الأهلي الذي يثري الكرة المصرية ويقابل يعني بتضحية من جانبه ضخمة جدا عشان يعمل هذا التوازن بين مسؤوليته للمنتخبات وبين مسؤوليته لالتزاماته في النادي الأهلي. في المنتخبات يمكن مروان محسن بيأدي تدريبات بدنية في مران الأهلي بعد ما رجع من المعسكر المنتخب وسجل في المباراة الأخيرة وبيمر بمرحلة جيدة مروان. هو مروان أصله، خلي بالك، هو أداء مروان هو ده. الناس ما تقعدش تتكلم على أداء مروان، مروان لا يبخل. عندما يكون سليم هو ده أداؤه. أيوه. راجل محطة بيضغط في كل الملعب، لما بيجيله فرصة بيحاول إنه يسجل. يعني نرجو أن يستمر على هذا التوفيق لأنه لعيب مهم للمنتخب يعني. صحيح. أجاييه ونجيب بيؤديان أيضا تدريبات تأهيلية في النادي. أنتوا عارفين الاثنين أجريت لكل منهم جراحة مهمة. أجاييه كان بيعاني بقطع في الرباط الداخلي للركبة، اتعرض لها في مباراة تاون شيب في بطولة أفريقيا،
ونجيب اجريت ليه ايضا جراحه في غضروف الركبه. الاثنين الحقيقه من اللعيبه المخلصه جدا، واعتقد ابتعاد جونيور اجي في الفتره دي كان خساره فنيه كبيره. اذا قدرنا نستعيده فنيا هيبقى اضافه قويه جدا جدا في توقيت هايل يعني. واحمد علاء زي ما حضراتكم شايفين مدافع الفريق اكتفى بتدريبات تاهيليه وجري حوالين الملعب بعد ما كان اصيب بكدمه في الركبه في مران الحد اللي فات. كثره الاصابات شغلت الناس كلها، واحنا هنا يمكن في اكتر من مره في ملك وكتابه طالبنا انه المساله تستاهل وتحتاج ورشه عمل طبيه علميه الناس تجتهد فيها بابحاث لمحاوله ايجاد تفسير لكثره الاصابات في فريق، والاحتمالات مطروحه ومفتوحه. هل الناس تتكلم عن ارضيات الملاعب، ناس بتتكلم على الاحمال البدنيه، الناس بتتكلم على طبيعه البناء العضلي للعيبه، الناس بتتكلم على ضغط المباريات في وقت ضيق وكثره الارتباطات والسفر والترحال والاجهاد العضلي. لكن النهارده جريده الوطن اضافت الى كل هذه الاسباب سببا اخر، قالت ان كارتيرون حط ايده عليه وهو يتعلق بسهر اللاعبين، وانه وضع المران في الفتره المسائيه بيدي اللعيبه فرصه ان هي تسهر وتنام براحتها، او بتصحى تنام متاخر وتصحى متاخر. فبالتالي احنا قلنا كده، بتقول جريده احنا المحنا ان ربما يكون سلوك اللاعبين له علاقه بهذه الاصابات، اللايف ستايل بقى. ايوه جريده الوطن بتقول تقرير سري من جهاز الاهلي الطبي لكارتيرون، سهر اللاعبين سبب الاصابات المتكرره بالفريق، والجهاز الفني يعدل موعد التدريبات لاجبار عناصر الفريق على النوم مبكرا. وده هنا يمكن بيحضرنا مانويل جوزيه يا باشمهندس لما في بدايه عمله لاحظ ان اللعيبه بتيجي مجهده فعلا، فلما عرف ان الناس ما بتاخدش راحتها في عدد الساعات النوم الكافيه كان الساعه 9 صباحا، خلى التمرين الصبح بحيث كله يلتزم انه ينام بدري، واللي مش هينام بدري هيبان بقى مش هيكمل. دي كانت ده التقرير اللي نشرته جريده الوطن النهارده. لكن كمان نشرت حوار مهم مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب الموهوب المطروح اعلاميا على مائده الانتقالات والمفاوضات المهمه، وقالت الوطن انه بتسال طاهر محمد طاهر هل مفاوضات الاهلي مستمره؟ قال الاهلي دخل في مفاوضات معايا قبل بدايه الموسم الحالي ومستمره حتى الان مع النادي، لكنه فضلت البقاء في المقاولين بعد جلسه مع علاء نبيل اللي اقنعني ان فرصتي في المقاولون هذا الموسم ستكون افضل، وهو ما اقتنعت به. سالوه ترددت انباء كثيره عن توقيعك سرا للاهلي، قال لعبت في المقاولين وله فضل كبير عليا كلاعب كوره، لا يمكن ان اترك النادي بهذه الطريقه ومن خلال التوقيع سرا للنادي الاهلي، لست خائنا للنادي، صاحب الفضل عليا حتى افعل ذلك. ده كلام محترم. موقفك الشخصي من عرض الاهلي ايه؟ قال بموافقه المقاولين سانتقل الى الاهلي او اي فريق اخر، المهم موافقه المقاولين. المفاوضات بين الناديين هي التي ستحدد مصيري خلال فتره الانتقالات المقبله، وعن نفسي افضل الابتعاد عن كل هذه الامور وان يكون كل تركيزي في الملعب مع فريقي حاليا. ده كلام محترف. هل طلب المقاولون فعلا 10 ملايين يورو للاستغناء عنك للنادي الاهلي؟ قال ماليش علاقه بالكلام ده خالص، وما اعرفش ايه اللي تم ولا اعرف تفاصيله ولا يفرق معايا السعر، امره ما يخصنيش. سئل السؤال المهم اللي بيشغل الجمهور كله، طيب لو امامك عرض من الاهلي وعرض من الزمالك والمقاولين قال لك اني خيرتك فاختار. قال طاهر محمد طاهر من صغري بحب الاهلي وبحلم باللعب له، ولكني بشكل عام افضل خوض تجربه الاحتراف بالخارج بعد نهايه الموسم اذا وصلتني، والان لا افكر في اي امر سوى التالق مع المقاولون والتدرب جيدا واحراز الاهداف. طب ليه يا عم انت بتحب الاهلي كده؟ قال لك جماهير النادي الاهلي هي كلمه السر في حبي لهذا النادي الكبير منذ الصغر. يعني متخيلين انه حب الجمهور وسلوك الجمهور وحماس الجمهور ومسانده الجمهور ووعي الجمهور يبقى سبب انه لعيب صغير يحب الاهلي علشان حاله الحب الكبيره اللي واضحه من الجمهور لناديه. فبيقول
جماهير النادي الأهلي هي كلمة السر في حبي لهذا النادي الكبير منذ الصغر، والمحرك لكل ما أمر به من عشق للكيان الكبير وبشكل عام. وبعيدا عن حبي للأهلي أو الزمالك، فإن هذه مرحلة ثانية في حساباتي، إذ أنني أحلم أولا بالاحتراف الخارجي، خصوصا أن نادي المقاولون لديه ثقة كبيرة في تكرار تجربة محمد صلاح والنني معي، وأنا عن نفسي لن أتنازل عن ذلك، ولو احترفت في أوروبا بعدها وفي أي وقت سيكون اللعب للأهلي أو الزمالك أسهل بكثير. ده تعليقك بقى يا باشمهندس. كلام طبعا شاب يعني محل الاهتمام، بيحاول يجاوب بعقلانية واتزان، بينقي كلامه بدقة، واضح أنه شخصية موزونة يعني. لكن المسألة مش مسألة يتردد أن هل في مفاوضات بين الأهلي والمقاولين ولا لا. لا في يستطلع رأيه بالتأكيد يعني. عموما دعنا ننتظر بعض الشيء. هننتظر. والاهتمام بتعاقدات الأندية كانت مثار اهتمام النقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن السكاوي، فكتب النهاردة في جريدة الشروق تحت عنوان فوضى تعاقدات الأندية، وقال الأستاذ حسن السكاوي: نحن أمام قضية مهمة في كرة القدم المصرية، سبق أن تحدثنا فيها مرات، لكن هذه المرة تكشف موهبة النادي الأهلي عن الفوضى التي تعيشها اللعبة في مصر، وكيف أن عمليات التعاقد مع لاعبين باتت مجرد ماتش كوتشينا أو قراءة فنجان بن محروق. ده كلام الأستاذ حسن السكاوي اللي هنرجع له بالتأكيد في كثير من التفاصيل لأكثر من سبب. لكن قلت لكم الأهلي بيكثف جهوده في كل الاتجاهات، إذا كان على الصعيد الكروي بيستعد للقاء سطيف، إذا كان على الصعيد القانوني بيرد على جهات الاختصاص المتضاربة قانونا، فإنه على صعيد التسويق بيبرم إحدى الصفقات المهمة أو بيتفق عليها بشكل واضح وصريح تظهر معاها القيمة التسويقية للنادي الأهلي. لما اتقال إنه في شركة الشركة الراعية للنادي الأهلي انسحبت، واتقال إنه شركة الملابس المتعاقدة مع النادي الأهلي أيضا فسخت تعاقدها، البعض أصابوا القلق شوية، وإن إحنا بنتكلم في وسط الموسم وانسحاب شركات كبرى راعية لنادي كبير، وشركة ملابس أيضا متعاقدة مع نادي كبير بحجم النادي الأهلي وارتباطاته، الأمر قد يبدو لدى البعض إنه فيه هزة. لكن قلنا لكم وقتها ما تقلقوش أبدا عن النادي الأهلي، خاصة ما يتعلق يا باشمهندس بالنواحي التسويقية. هو في قيمة تسويقية للنادي الأهلي ما حدش هيضحي بيها. في أي وقت تجتذب أعلى زبون. ممكن في لحظة عناد يحصل حاجة. لكن في الآخر أنت في سوق والسوق عايزك. طيب النهارده تم التوصل الى اتفاق جيد جدا لصفقه رائعه جدا في خصوص ملابس النادي الاهلي. حصلت شركه امبرو الانجليزيه على حقوق رعايه ملابس الفريق الاول للنادي الاهلي لمده 3 سنوات مقبله. شهد مقر النادي في الجزيره اجراء مزايده علنيه بين العديد من الشركات من اجل رعايه ملابس كره القدم، وحتى يظهر الاهلي دائما في افضل وابهى صوره. إيه اللي حصل في عقد شركة أمبرو الإنجليزية وحقوق النادي الأهلي في هذا التعاقد اللي بيقفز به الأهلي قفزة مهمة في خطوات القيمة التسويقية وتعليتها له؟ معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق للنادي الأهلي. دكتور سعد أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، ومساء الخير يا كابتن عدلي، ومساء الخير على المشاهدين الكرام لقناة النادي الأهلي. مساء النور يا دكتور. عليك وموفق دايما إن شاء الله. الناس عايزة تعرف اللي حصل في موضوع في موضوع الملابس، احكي لنا يعني كده. الحقيقه انا في الاول عايز اكد على الكلام اللي حضراتكم ذكرتوه، ان كان في حاله من القلق بتنتاب جمهور النادي الاهلي نتيجه لبعض الممارسات اللي تمت اثناء الموسم ما بدا. وفي عقود كانت قائمه، وده في الحقيقه اي نادي مش علامته التجاريه كبيره يتعرض لهزه عنيفه بالاوضاع دي. حضراتكم عارفين ان احنا تقريبا بنفنش على داخلين على نهاية نص موسم، يعني النهاردة شهر واحد داخلين على نهاية نص موسم، فأنت بتتكلم على نص موسم انتهى وفرقة كان عندها لبس وكان عندها شغل. إذا كان في حالة من القلق الجمهور كان فعلا محق فيها، لكن احنا الجمهور بيجب ان هو يطمن ان علامة النادي الاهلي التجارية علامة قوية جدا. ده المدخل اللي انا عايز الجمهور يبقى واعي له ومركز فيه. النهاردة شركة امبرو دي اصلا موجودة في 100 دولة،
100 دوله موجوده فيها، 100 دوله على مستوى العالم العلامه التجاريه دي موجوده في 100 دوله. ده اول حاجه مهمه جدا عشان الناس تتاكد يعني ايه نادي اهلي ويعني ايه علامه تجاريه نادي الاهلي ويعني ايه كره قدم فريق النادي الاهلي لما يرتدي علامه تجاريه ايه يقدر يقدمه للعلامه التجاريه دي. دي واحد. اثنين، انت النهارده الفرقه العلامه التجاريه اللي احنا النهارده كنا بنتفاوض معاها وكنا بنخلص الاجراءات القانونيه تمهيدا للعرض على مجلس الاداره الموقر، احنا النهارده الفرقه العلامه دي بتلبس 130 نادي منهم مجموعه في الثلاثه من الخمسه اللي هم الدوريات الكبرى. الالمان عندك شالكا 04، شالكا 04 ده واحد من اكبر الانديه الالمانيه، وانت بتتكلم على المانيا لازم تبقى عارف ان هي معقل الملابس الرياضيه، يعني اكبر شركه في العالم في الملابس الرياضيه موجوده في المانيا. فالنهارده شركه امبر لما بتخش هذا السوق وتقتحمه ده بيعزز حاجتين مهمين جدا كان جمهور النادي الاهلي عايز يشوفهم، جوده ملابس النادي الاهلي، وان هناك علامه تجاريه كبيره شريكه للنادي الاهلي في نجاحاته داخل القاره الافريقيه موجوده. فالنقطتين دولت يعني لازم الناس تاخدهم بعين الاعتبار. نيجي بقى للعقد نفسه وتفاصيله اللي هي هتتعرض على مجلس الاداره. في الحقيقه احنا خدنا مجموعه من المميزات كل يوم بتثبت وتؤكد ان النادي الاهلي هو اكبر نادي في القاره الافريقيه واكبر نادي في الشرق الاوسط من حيث قيمه علامته التجاريه. من حيث قيمه علامته التجاريه. احنا يعني عندنا مجموعه من الضمانات الماليه لتوريد ملابس بقيمه ماليه اعتقد هي الاكبر على الاطلاق، وخصوصا ان القيمه الماليه دي انا مش عايز اذكرها لان ده لسه هيتعرض على مجلس الاداره، لكن احنا بنختص القناه بالتفاصيل الدقيقه للموضوع انها تبقى وفقا لسعر التجزئه، وفقا لسعر الجمله وليس التجزئه. يعني كان دايما العقود السابقه انك بتاخد التوريدات دي بقيمه سعريه اعلى او نفس القيمه اللي بتتباع لجمهور النادي الاهلي، فده تقريبا بتتكلم من قيمه 50% اضافيه للقيمه اللي انت كانت بتتورد لك قبل كده. ده واحده من النقاط المهمه. النقاط الثانيه ان احنا خدنا معدلات خصم كبيره جدا لجميع الفرق الرياضيه ايضا من قيمه سعر الجمله وليس من سعر التجزئه، يعني بتاخد نسب مئويه مش عايز برضه اقول تفاصيلها نخليها لاحقا شويه. عملنا بقى حاجة كانت مهمة جدا وكان مجلس الإدارة دايما والكابتن محمود الخطيب كانوا بيأكدوا عليها، هو الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي سوف يحصلوا على 15% نسبة خصم من مشترياتهم في أي منفذ توزيع بيعرض العلامة التجارية للنادي الأهلي. يعني الشركة المتعاقد عليها شركة أمبرو كل ملابسها أعضاء النادي اليوم 15% في الشراء منها. من اي منفذ توزيع بيبيع منتجات شركه امبرو، خلي بال حضرتك هم متعاقدين مع 17 مركز، ليهم مالكين ل 17 مركز توزيع اللي هي انترسبورت، انترسبورت دي حضرتك موجوده في القاهره واسكندريه 17 منفذ توزيع، يوزعوا مجموعه لعلامات تجاريه اخرى هياخدوا كمان ال 15% اللي هم اعضاء النادي الاهلي، اي حد بيحمل البطاقه بتاعه النادي الاهلي كارنيه العضويه هياخد ده. ده كمان المشروعات المستقبليه اللي هيعملها النادي الاهلي في المستقبل وبيصدر عنها بطاقات زي مثلا بطاقه المشجعين او بطاقه اي مشروع تجاري احنا هنعمله بعد كده بيحصل على نفس المميزات ال 15% من اي مشتريات لاي علامه تجاريه داخل هذا المنفذ بتاع التوزيع. وبالتالي اعتقد النهارده يعني كان واحد من العقود المهمه اللي بتعزز مدى ثقة السوق العالمي وليس المصري، أنا بتكلم على سوق عالمي وعلامة تجارية، وده كان أحد الأهداف الاستراتيجية لمجلس الإدارة في برنامجه الانتخابي، إن إحنا عايزين ننتقل من علامة النادي الأهلي علامة تجارية عالمية، وده كان النهارده كنا بنعزز هذا الهدف الاستراتيجي للنادي الأهلي، إن إحنا بنتفاوض مع شركة عالمية رائدة في هذا المجال، بنخش السوق العالمي بقوة، الشركة كان عندها إصرار على الرغم من بعض المفاجآت اللي الناس برضو عشان تبقى واثقه في النادي الاهلي ومكانته وقيمته، الشركه دي متعاقده مع ناديين في تونس من اكبر الانديه في تونس والصفاقسي على ما اتذكر، لكنها كانت بتقول ان النادي الاهلي هو المدخل الحقيقي للقاره الافريقيه والشرق الاوسط، عشان نتوسع في السوقين دول لازم يبقى النادي الاهلي موجود، فكانوا حريصين في الحقيقه ان هم يبقوا موجودين معانا. طيب انا عرفت يا دكتور، اتفضل. برضه في حاجه مهمه، العلامه التجاريه بتاعه النادي الاهلي اللي هي الاهلي اف سي
دي حضرتك احنا بنقوم بعمليه تطوير ليها، عندنا دراسه كامله لتطويرها ورفع قيمتها السوقيه ايضا، فمش هنسيبها. عشان البعض قد يتخيل يقول ان النادي الاهلي تنازل عن علامه تجاريه، والعلامه التجاريه دي مسجله وتعتبر واحده من الاصول بتاعه النادي الاهلي. لا، احنا برضو بنطمن الجمهور ان العلامه موجوده وبيتم تطويرها، وسوف يكون لها منتجات في القريب العاجل داخل السوق المصري. تمام. هذا العقد الجديد مع امبرو مقارنته بالعقد السابق مع شركة الملابس اللي خرجت، أنا عارف إنه في امتيازات كتيرة وإضافات كتيرة حضرتك الحقيقة بذلت مجهود علمي رائع في إنك أنت تتوصل لها من خلال هذه المزايدة. يا ريت الناس تعرف إيه الفرق بين العقدين من ناحية عوائد النادي الأهلي فيه. مرة تانية هأكد على حاجة مهمة جدا، إن النادي الأهلي زي ما تعودنا دايما فيه، النادي الأهلي واحدة واحدة. أنا قلت الأهم المميزات، قلت إن العلامة التجارية دي بتشتغل في 100 دولة. خلي بال حضرتك من اللي انا قلته وسادة المشاهدين، بتشتغل في 100 دولة. فعندي علامة تجارية متواصلة مع 100 سوق عالمي، 100 سوق عالمي. سانتوس البرازيلي على سبيل المثال بيرتدي هذه العلامة التجارية. سانتوس البرازيلي واحد من كبارات الأندية طبعا، حضرتك أكيد كل الجمهور بتاعنا عارفه ببلي لما لعب في النادي الأهلي. اثنين، مهم جدا إن حضرتك أهم فرق وفرق جوهري مهم جدا، إن أنا عندي 130 نادي منهم في الثلاث دوريات الكبيرة الأسبانية والألمانية والإنجليزية بيرتدوا هذه العلامة التجارية، وبالتالي الكتالوج السنوي اللي بيصدر عن الشركة اللي فيه 130 نادي من كبريات الدوريات العالمية بيحط الأهلي فيها، ده مكسب كبير جدا. الحاجة الثانية اللي أنا قلت لحضرتك، فيه 15% لكل أعضاء لكل أعضاء النادي الأهلي اللي يحملوا بطاقة النادي الأهلي، أعتقد إن دي مميزات لم تكن اصلا موجوده داخل السوق المصري موجوده. كمان نسب الخصم اللي احنا اخذناها من سعر البيع بالجمله وليس سعر البيع بالتجزئه، ده مهم جدا حضرتك. انت النهارده بتتكلم رينج الجمله من التجزئه تقريبا بتوفر 40% وتاخد نسب فوق منهم كمان. انا مش عايز افصح عن النسبه المئويه لان ده يعد سر من اسرار العقد، واحنا دايما ملتزمين بتعاقداتنا مع الشركاء بتوع النادي الاهلي. فدي اعتقد مجموعه من المميزات اللي لم تكن موجوده داخل السوق المصري على الاطلاق في كل التعاقدات بهذا الشان. يعني رب ضاره نافعه. والله ان كل يوم بكل يوم عن يوم، يمكن احنا كنا مع الاستاذ ابراهيم في حق مداخله قبل كده، وكان الاستاذ ابراهيم بياكد، وكان حد من الجمهور الكريم بيقول انت عايزين نشوف منافذ التوزيع للنادي الاهلي موجوده بالزبط. في كل مكان. نقول لحضرتك احنا بمجرد توقيع العقد سوف يكون تيشيرت النادي الاهلي موجود في 17 مركز توزيع، مش بس 17 مركز توزيع، ده ال 17 مركز توزيع دولت متخصصين في بيع الماركات الرياضية العالمية. فأنت كمان حضرتك بالإضافة لكده أنت موجود في وسط البراندات العالمية كلها، هذا بالإضافة أنها موجودة في كبريات المولات التجارية داخل جمهورية مصر العربية. فأعتقد أن ده بينقل قيمة النادي الأهلي كمان في مكانة تانية خالص، وسيظل الأهلي إن شاء الله بإذن الله هو الأعلى في القارة الأفريقية من حيث قيمة العلامة التجارية بتاعته. وأعتقد كل الأرقام اللي احنا بنشوفها إن شاء الله بتأكد الكلام ده وبتعززه، وبتأكد على ان النادي الاهلي رايح في مسار تاني خالص، وبيقود دايما كل التجارب التسويقيه الجديده هو النادي الاهلي اللي بيعملها. تمام. وانا يعني واثق ومطمئن لوجود ناس متخصصه واصحاب خبره زي سعادتك، والنادي الاهلي اللي بيدي العيش لخبازه بتكون النتيجه كده تملي. شاكرين جدا ليك يا دكتور، وتمنياتي بالتوفيق دكتور سعد. دكتور سعد، اخيرا العقود السابقه تم حسمها قانونا ولا لسه الامر محل دراسه قانونيه؟ الامور العقود السابقه كلها يعني اطمن حضرتك ان تم هي محسومه قانونيا منذ البدايه. لان النادي الاهلي من هو بيعمل العقد من اليوم الاولاني بيبقى عارف ايه التحديات القانونيه اللي كانت ممكن تقابلنا في المستقبل مع اي حد بالزبط. كان بيخش معانا في شراكه. وبالتالي احنا دايما حريصين من اول يوم في اي شركه يعني النهارده حتى في العقود بتاعتنا كان في حاجه الشركه بتتكلم فيها، قلنا لهم لا احنا حريصين ان احنا نبقى شركة وتستمر علاقتنا بنجاح، مش الاربع سنين دول، بنبص كمان للاربع سنين اللي جايين. فالعقود السابقه كلها جامعها بقول لحضرتك الدراسه القانونيه من يوم توقيعها 100% حريصة على حقوق النادي الأهلي بنسبة 100% إن شاء الله. وحقوق الرعاية لسه برضو الأمر
محل تلقى عروض كتيرة مش كده؟ مجلس الإدارة عنده دراسات شاملة لكل الاحتمالات والسيناريوهات اللي هتتم في عقد الرعاية، بنشوف أفضل الاحتمالات اللي تتوافق مع النادي الأهلي وتتوافق مع طبيعة السوق اللي احنا بنشتغل فيه، وبرضه هيبقى عندنا إن شاء الله مجلس الإدارة الموقر هيبقى بياخد قرار في القريب العاجل فيما يتعلق بعقود التجارية للنادي الأهلي في الفترة الجاية إن شاء الله. مبروك يا دكتور هذا العقد المهم جدا وهذا المجهود الرائع الحقيقة اللي بتقدر ويثمن مجهودك فيها دكتور. شكرا يا سبعين، شكرا يا كابتن عادل. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي خبير التسويق الرياضي والمستشار مستشار التسويق للنادي الأهلي، وده اللي قلناه من أول ما حصل الكلام على انسحابات وإنه كل الشركات الكبيرة العالمية يسعدها جدا دايما ويهمها دايما الارتباط بالنادي الأهلي. شفت الدكتور سعد شلبي هو بيقول إنه شركة أمبرو الإنجليزية رغم ارتباطها بعقود مهمة في تونس وفي غيرها ترى إن النادي الأهلي البوابة الحقيقية للدخول للقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، فبالتالي الكل يتهافت ويتسابق على الارتباط بالنادي الأهلي، على التعاقد مع النادي الأهلي، على إنه يكون موجود في النادي الأهلي بشكل أو بآخر. فعقد ملابس رياضية مهم جدا مع شركة إنجليزية عالمية كبيرة بتلبس أندية عالمية كبيرة 100 نادي زي ما الدكتور سعد قال، فهذه صفقة مهمة جدا، ودي المحترم تمكنت إدارة النادي ولجنة التسويق اليوم من إبرامه يا باشمهندس، وأنت عندك برد. يعني استغلوا فرصة أنت عندك برد. ألف سلام عليك. الله يخليك. يعني خبر سعيد، ويقول لك النادي الأهلي يعني ما تقلقش عليه لأن هو قيمته فيه. قيمته فيه. ولما يكون النادي الأهلي بيعتمد على اقتصادياته هو، لا ده شيء مطمئن. يعني في تبرعات في حاجه بتبقى كويس، بس اساس الدعم والاعتماد لازم اقتصاديات النادي الاهلي نفسها. طيب كنت بكلمك على الاستاذ حسن السكاوي كلامه عن تعاقدات الانديه، وبيقول شادي رضوان جناح ناشئ في النادي الاهلي من مواليد سبتمبر 2001، وده اللي قلناه المره اللي فاتت بالراحه شويه. جاء ضمن اختيارات صحيفه الجارديان البريطانيه لاحسن 60 موهبه في العالم تمثل الجيل المقبل لنجوم كره القدم، وقال الاستاذ حسن مستكاوي شادي رضوان من اختيار حاتم ماهر مراسل الجريده البريطانيه في القاهره، وهو ايضا صحفي في مؤسسه الاهرام، وبيقول الاستاذ حسن مستكاوي علمت ان الاهلي تعاقد مع شادي فورا لمهاراته ولانه بات هدفا للسماسره ولانديه اخرى. كلام كتير للأستاذ حسن السكاوي حول فوضى التعاقدات، لكنه في النهاية بيقول الأندية مطالبة بإعادة النظر في سياسة التعاقدات، وعلى المديرين الفنيين والمدربين والمدربين المساعدين وجيش المساعدين وبالمثل على المحللين وعلى الإعلاميين وعلى الصحفيين عدم الرضوخ لمزادات الجماهير ومبارياتهم مع بعضهم البعض، وعلى الجميع مراجعة فلسفة الدعم للاعب ومراجعة كيف تشتري أندية لاعبين بملايين ولا يلعبون، ونراهم يجلسون يتفرجون ولا يتذكروا جميعا أن عشرات النجوم والمواهب شاركوا في بطولات كأس العالم وهم تحت سن العشرين، مما يعني أن حجج اللاعب بالتدريج والخبرة والانسجام والنضج وأن اللاعب لابد أنه يستوي هو حديث طبخ وطبيخ ومطبخ. ما اعرفش انا الحقيقه مختلف مع النقد الكبير الكابتن حسن مستكاوي، مش عارف فين الغلط اللي في النادي الاهلي. اللاعب ده موهوب، الاهلي تعاقد معاه من ضمن مجموعه كبيره من اللعيبه الموهوبين، والنادي الاهلي بقاله سنتين بيدعم بلعيبه مميزه جدا عينه على ان اللاعب هيلعب في الدرجه الاولى، فاعتقد دي خطوه. هو نهايه كلامه انه ربما يقصد انه الموهوب ياخد فرصه مش بالضروره نستنى. شوف استاذ ابراهيم، لا يمكن ان واحد يقدم نصيحه لجهاز فني في الدنيا ابدا. يعني مساله ان المدرب ان البتاع ياخد فرصه، هياخد فرصه وممكن يثبت نفسه وممكن ما يثبتش نفسه، وفي لعيبه موهوبه خدت فرص وما اثبتتش نفسها. مساله يلعب امتى ده شغل أجهزة فنية.
الأجهزة الفنية في الأندية الكبيرة زي النادي الأهلي بتبقى حساسة جدا، حساسة جدا، لأن أنت بيبقى عندك لعيب كبير ولعيب مخضرم وعنده خبرات، وعندك لعيب صاعد في مكانه، كيف تدفع به؟ عملية منتهى الدقة ومنتهى ليها حسابات كتير الصعوبة. لكن ماشي يعني عايزين نشوف جرأة أكتر في الدفع من الناشئين، أنا معاه، لكن ما هياش لدرجة الفوضى، هي مفيش فوضى، إنما في نوع من الحذر، وخصوصا النادي الأهلي يا أستاذ إبراهيم البطولة العربية والبطولة الإفريقية والبطولة المحلية الثلاثة بيضغطوا على النادي الأهلي والأهلي عينه طبعا في الأولوية على بطولة أفريقيا، بيبقى ظروف محدش قادر يعيشها غير الجهاز الفني. طيب ده في شأن الكرة، لكن في الشأن الإداري النادي الأهلي من البداية خالص أول من طلب وزارة الشباب والرياضة إيفاد لجنة منها تيجي تطمن على مجريات أموال التبرعات، جت منين وراحت فين ومسار الصرف بتاعها فيما خصص ليه، واستقبل الأهلي بعد إلحاح من النادي الأهلي أرجوك ابعته أرجوك ابعته، كان المسألة بين الوزيرين، الطلب كان في عصر الدكتور المهندس خالد عبد العزيز، ثم التنفيذ جه في عهد الدكتور أشرف صبحي، لكن واحنا كمان بنتكلم فيما بين القانونين بنتكلم فيما بين الوزيرين، فالمسألة فيها كتير من التفاصيل اللي ليها حلقة مهمة فقرة مهمة النهاردة. لكن الأهلي فيما يخص الرد على ملاحظات وزارة الشباب والرياضة، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي له تصريح مهم حول ما أرسله النادي الأهلي اليوم من خطاب لوزارة الشباب والرياضة، يتضمن رد النادي بشأن ملاحظات أو لجنة ملاحظات الـ 22 اللي كانت أوردت في تقريرها هذه الملاحظات. لا يفتى العميد محمد مرجان على الهاتف. يا سيادة العميد أهلا بيك. الله يخليك يا أستاذ إبراهيم، إزاي حضرتك؟ إزاي يا محمد بيه، إزيك؟ يا كابتن عادل، إزاي حضرتك يا باشا، ربنا يخليك. ما عندكش حاجة وصفة سريعة كده وأنت مدير برضه للبرد؟ هنبعت دلوقتي اللجنة الطبية. أيوه ابعت لي حاجة سريعة. قول لي حضرتك بعت جواب النهارده للوزاره. تمام، النهارده لان ده الميعاد القانوني، لان الوزاره كانت بعتت تاريخ 3/10 8 مساء ال 22 ملحوظه اللي كانوا نتيجه اللجنه اللي كانت موجوده، وعشان انا كنت سامع حضرتك برضه هي مش لجنه واحده اللي نزلت، بس احنا يعني ما بنتكلمش، النادي الاهلي وكابتن عدلي طبعا عارف، علمونا دايما احنا بنشتغل دايما في صمت الحمد لله رب العالمين، احنا عندي لجان كتير جدا نزلت والحمد لله وبتتابع النادي، وده كان بناء على طلب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. ايوه، وفي الفتره اللي فاتت احنا شفنا الحمد لله رب العالمين ماشيين بخطه الحمد لله ثابته، لان الحلم الاساسي كله والهدف الاساسي كلنا متفقين حواليه بطوله افريقيا وكاس افريقيا والعوده لكاس العالم ثاني. بالظبط. بالاضافه الى الهدف بقى النشاط الرياضي وحصولك على البطولات بعد تدعيمك للفرق بالكامل، وعندنا النهارده الهاندبول بيشارك بطوله افريقيا، الباسكت بطوله الحريري، السباحه لسه راجعه من بلغاريا بعد ما فازت بالبطوله بتاعتها، فانت عندك ملفات كتير شغال فيها، وفي نفس الوقت انت عندك برضه الملف الاهم استعاد الجمعيه العموميه، اعضاء الجمعيه العموميه على مستوى الثلاث فروع بالتطوير اللي بيحصل والانشاءات والبنيه التحتيه، فالحمد لله احنا شغالين في الاتجاه دي بشكل كويس. النهارده كان عندنا الاخر ميعاد عشان نبعت لوزاره الشباب والرياضه الرد على الملحوظات ال 22 ملحوظه اللي بعتوها. فالحمد لله كان من يوم 3/10 كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره كان شكل لجنه، اللجنه دي قانونيه وفيها الاداره الماليه، وكان موجود فيها نائب رئيس النادي الاستاذ عمرو فاروق والاستاذ خالد درندلة امين الصندوق عشان يستوفوا كافه الملحوظات، والحمد لله امبارح كان في اجتماع خطيب مع الاداره القانونيه ومعانا بصفه المدير التنفيذي والاداره الماليه، وبعتنا النهارده لان ده الميعاد الاخير وبعتنا لهم. انا عايز اطمن الناس، دي حاجه عاديه جدا، المؤسسات الكبرى لازم يبقى فيها في ملحوظات بتيجي وفي حاجات بنرد عليها وفي حاجات النهارده بيبقى ليها تعقيب تاني وهكذا، ده العادي بتاعنا، فاحنا شغالين فيه الحمد لله رب العالمين بشكل كويس الحمد لله. طيب معظم الملاحظات كانت تتعلق باداء مالي واداري في المجلس السابق. طيب بص يا زميل، خلينا نتفق وبرضه هرجع اقول تاني زي ما احنا اتعلمنا وزي ما اتربينا في النادي الاهلي، مفيش سابق ومفيش حالي ومفيش قبل كده، كويس. في بعدينا مجالس جايه وفي اكيد بعدينا ادارات تنفيذيه موجوده، اللي موجود
هو بيجي عليه الدور بيدافع عن حقوق النادي الاهلي وبيرد الاستفسارات عن النادي الاهلي. تمام. حاجه اسمها سابق او حقلي. هل تم الاستعانه بتفسير الاستاذ كامل زاهر امين الصندوق السابق مع الاستاذ خالد درندلي حاليا عن بعض ما ورد في هذه الملاحظات؟ لا، احنا عندنا الحمد لله الاداره موجوده بشكل جيد، لو كنا احتاجنا كنا اكيد هنلجا، لكن الحمد لله ما احتجناش لان الاداره الماليه موجوده زي ما هي. هي كلها اشخاص، لكن العاملين والمديرين في الادارات هم زي ما موجودين عندهم الدرايه الكامله. احنا كل اللي احنا عملناه اللي احنا تابعنا الشكل السير شكله عامل ازاي بتاع الردود. الكابتن خطيب رئيس مجلس الاداره كان حريص جدا جدا اللي ما فيش اي ملحوظه ما تبقاش استوفت الرد السليم او الرد اللائق ليها. أي. وده اللي حصل بالفعل وبعتناه خلاص، يعني ما عندناش فيه مشكله. وفي انتظار برضو ثاني عشان الناس ما تبقاش عندها يعني الخضه او الناس اللي بتحاول تستثمر هذا الكلام. احنا عندنا في انتظار برضو هيبقى في تعقيب ثاني وهيرجع نرد ثاني وهكذا، لان انت بتدير النهارده مؤسسه. النادي الاهلي ما بقاش فرع واحد والنادي الاهلي ما بقاش، لا ده مؤسسه النهارده مؤسسه كبيره الحمد لله. النهارده راس مالك بعقود الرعايه بتاعتك داخل في مليار جنيه، عندك مصروفات حجم كبير جدا، عندك حجم انشاءات كبير جدا جدا، انت بتتحرك وتشتغل. اهم حاجه يبقى الناس واثقه تماما ان كل حاجه بتمشي طبقا للوائح والقوانين، وهو ده اللي تربينا فيه في النادي وهو ده اللي احنا. تمام يا سياده العميد، اعتقد تكون الصوره وضحت تماما، وننتظر تعقيب الجهه الاداريه في الرد على الرد ان شاء الله. هو المشكله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. المشكله يا استاذ ابراهيم ان ما يجيلك الرد، يجيلك الرد في الحته اللي بيرد عايزها. يعني لو الوزاره عايزه تنفض ايدها من الموضوع تقول لك اللجنه الاولمبيه ده اختصاصها وانتوا تابع اللجنه الاولمبيه، تقول لك كده. لكن في نفس الوقت تخلي لك اثنين موظفين يبعتوا لك ملاحظات. ملاحظات مش قادر افهم بصفاتهم ايه. وبعدين يقول لك ردنا عليه. يعني هو دي مش ملاحظاته هو. ده هو يقول لك ملاحظات رد لي عليه. فتبعت للجنه الاولمبيه عشان يجي لك الردود. يعني انت حاله الالتباس انت تبع مين وامتى وازاي؟ تبع اللجنه الاولمبيه وقت ما يحبوا، تبع الوزاره وقت ما يحبوا، تبع نفسك وقت ما يحبوا. لان النادي الاهلي الحقيقه بيعيش هذا الالتباس بلا ادنى مناسبه. يعني انت بتبعت لنا ملاحظات والقانون بيدي اللجنه الاولمبيه الحق في النهايه اللي تقول رد على الملاحظات دي، وردت. راجع ثاني تفتح الموضوع ليه؟ يا دكتور اشرف مش كده يا دكتور؟ يعني قولوا لنا ايه دي؟ الحقيقه فيما يتعلق بالاداء المالي والاداري للنادي الاهلي، ولما بقول للنادي الاهلي ده يشمل كل المجالس وكل الادارات. دايما وابدا النادي الاهلي حريص على انه يبقى عنده القدر الاعلى من الشفافيه فيما يخص النواحي الماليه، وده اللي بيخلي اعضاء النادي وجماهير النادي كلها في حاله اطمئنان على سلامه الموقف المالي للنادي باستمرار. عشان كده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي هو اللي الح على وزير الشباب والرياضه بايفاد هذه اللجنه. مجلس الاداره الحالي هو اللي اخذ على عاتقه من البدايه انه يبقى موجود في كل مزايده تجرى وفي كل عمليه مناصه او اي ممارسه لاي عمل في النادي الاهلي تبقى الجهات الرقابيه المختصه على درايه كامله كرقابه سابقه بكل الاعمال. تيجي لجنه تلاحظ بعض الملاحظات، ده عمل بشري، وارد جدا انه موظف مالي موظف اداري يكون عنده خطا على سبيل السهو او على سبيل التفسير الخاطئ لاي بند يحتاج لتفسير، فبيقدم النادي الرد والتفسير للملاحظات ال 22 اللي جت. وانا بحيي العميد محمد مرجان انه الامر لا يتعلق، صحيح انه كلها تقريبا ما اقدرش انفض ايدي وده من المجلس اللي المجلس فات. السابق، لكنه في النهايه انت تتحدث عن خيال النادي الاهلي بالظبط. فعلى الجميع ان يطمئن بل ان يفخر جدا على درجات الشرافيه والاداء المالي فيما يتعلق بالنادي الاهلي. لفت نظر النهارده تقرير في سكاي نيوز، تقريبا الحال من بعضه بيننا وبين الانجليز. عندنا ظاهره هنا لعيبه الكوره اللي بتتجه للتحليل
انت لما تقرا التقرير يا باشمهندس تحس ان ده كلام مصري. قال لك لعيبه مانشستر يونايتد عندهم مشكله كبيره مع اللعيبه القدام بتوع مانشستر اللي اتجهوا للتحليل والعمل الاعلامي في المحطات الاذاعيه والتلفزيونيه. انه باستمرار قاسيين جدا على اللعيبه بتاعه الجيل الحالي، باستمرار دائم الانتقاد للعيبه. يمكن كان الابرز فدا بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق، اللي اللعيبه شايفه انه الراجل متعنت ضدهم جدا، وكانوا بيقولوا انه ده المحللين من اللعيبه القدام بتوع مانشستر مش قادرين يقربوا من مورينيو فبيخبطوا فينا احنا كلعيبه. لاحظوا انه كمان المحللين سكولز وغيره بدا يخبطوا في مورينيو كمان. فاللعيبه تفتق ذهنها على طريقه تسكت دول. انا ما بقولش ده للعيبه الجيل الحالي في الانديه المصريه تعمل كده مع المحللين، لكن اللعيبه عملت ايه يا باشمهندس؟ قدرت تجيب فيديوهات لبعض الالعاب والاخطاء اللي اللعيبه القدام دول كانوا بيعملوها، بيضيع فرصه غريبه جدا، بيلعب كوره بشكل غلط او بيخرج عن السلوك بطريقه، وروحوا مصورينها له فيديو وبعتينها له ويعرضوها. نظام قبل ما تلومنا شوف انت كنت بتعمل ايه. شافوا لعيبه مانشستر يونايتد ان دي افضل وسيله لتهدئه الانتقادات اللي بيتعرضوا لها من المحللين اللي هم كانوا نجوم سابقين في مانشستر يونايتد. شوف، ما حدش بيحب الانتقاد. ما تقوليش ان في لاعب بيقول لك النقد البناء والنقد الغير بناء. والنقد البناء لما تكون بتمدح فيه، والغير بناء لما تكون بتنتقدني. بالمناسبه هو حتى ما فيش حاجه اسمها نقد بناء. يعني الاول ده مدح، انما النقد انت بتنقد شيء عشان تشيل السلب منه. فانت مساله ان النجوم شعره هو اللي مخليهم متضايقين ايه؟ سوء نتائج. ما لو الانتقادات دي كانت موجوده وفي نتائج. بالظبط. انما ازاي هم في 8 ماتشات يكسبوا 4؟ صحيح. مش معقوله. فالنتائج هي اللي بتساعد على طبعا تخلق المناخ ده. طيب النهاردة كمان ولا امبارح كان الأهلي على موعد زيارة مهمة جدا لوفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني الناس اللي كانت تعبة نفسها قوي وعمال تدور هو مين نادي القرن، والفيفا قال والفيفا عاد، فجأة يلاقوا النادي الأهلي بيستقبل وفد الفيفا ووفد الكاف. يعني أنا أعتقد دي زيارة تعمل مشاكل للبعض، لأنه يلاقوا وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم حريص على زيارة النادي الأهلي، وفد من الاتحاد الأفريقي حريص على زيارة النادي الأهلي، علشان يبحثوا مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي واللي كان له حضور في لجنة الأندية في الفيفا، سبل أو أفكار تطوير كرة القدم الأفريقية، ويشوفوا تجربة النادي الأهلي الكروية على أرض الواقع. حرص على الزيارة هذا الوفد اللي استقبله المهندس خالد مرتجي والعميد محمد مرجان. الوفد الدولي ضم بيدرو إيروندو المسؤول عن إدارة كرة القدم المحترفة في الاتحاد الدولي، وأندريس بورتابا استشاري إدارة كرة القدم في الفيفا، وأحمد حراز والموزمبيقي محمد سيدات مسؤولي تراخيص الأندية المحترفة في الكاف. الوفد قابل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وقاموا بجولة داخل النادي اصطحابهم فيها المهندس خالد مرتجي، حضراتكم شايفين جانب منها. راحوا ملعب مختار التتش، شافوا كل ما يخص منظومة كرة القدم في النادي، والمهندس خالد مرتجي كشف عن تفاصيل زيارة الوفد الاتحادين الدولي والقاري، وقال إن ده بهدف التعرف على منشآت النادي وتجربته الكروية والبنى التحتية الخاصة بالنادي. اجتمعوا مع مسؤول النادي للحديث عن رؤية الأهلي لتطوير كرة القدم في أفريقيا. شوف، النادي الأهلي يشرف أي حد. أما يجوا يشوفوا البنية التحتية بتاعت الأهلي بالمنظر ده ويقارنوها بأي حتة تانية، لا، النادي الأهلي له وضع خاص. كمان لما يجوا يتناقشوا هيلاقوا ناس فاهمة في الاتحاد الدولي. يعني خالد مرتجي عنده سابق خبره، اي واخد بالك، فهو فاهم.
في الحته دي. ايوه وهيتناقش معاهم وهيفتحوا مجالات علشان يعني يبقى في نوع من انواع التعاون المثمر بين النادي الاهلي وبين هذا الوفد. طيب قال كمان خالد مرتجي ان رؤيه الاهلي حول الامور التنظيميه الخاصه بدوري ابطال افريقيا اقتصرت في التعليق على معطيات البطوله نفسها زي الملاعب والانتقالات داخل افريقيا وخارجها، وقال ان الهدف استهدف ايضا التطلع لسماع رؤيه جديده حول الارتقاء بكره القدم. واشاد خالد مرتجي بهذه الزياره اللي قال انها تعبر عن قيمه ومكانه النادي الاهلي، خصوصا ان الوفد هو من طلب الزياره وحدد الميعاد لزياره النادي. شدد عضو مجلس اداره النادي الاهلي على انه يتمنى وصول الاهلي الى نهائي دوري الابطال هذا الموسم وحصد اللقب والمشاركه في كاس العالم للانديه. اكد ان المشاركه في هذه المحافل الدوليه الكبيره بتعطي للعالم فرصه جيده ومناسبه للاطلاع على قيمه النادي الاهلي ومستوى كره القدم في مصر. نشوف في هذا التقرير مسؤول الاتحاد الدولي يتحدث عن امتلاك الاهلي لكل مكونات البنيه التحتيه الكرويه المهمه. It's a pleasure for us being here at Al Ahly. We're here in Egypt from FIFA's professional football department working closely with CAF to develop and the standards of football, of club football in Africa, and for us it's a pleasure to see such a club where is the situation of the club, the challenges and understand so that we can together all take better decisions in the future. Of course I did hear about Al Ahly in the past, and me as many of my colleagues were very big fans of football, not only in Europe but also outside of Europe, and we know the biggest clubs in Africa and in other regions, and obviously Al Ahly has been taking part in many cases in club competition and club World Cup. So it's really a pleasure. It's really a pleasure and really exciting to be here for the first time for me. Well, obviously Al Ahly is a club that's been fighting for this competition and to achieve this and have achieved this cup in many times, and I can imagine that they have big chances to do again and qualify for FIFA's club competition again. So I like to wish them best luck and continue to fighting as they've done in previous years. It's not only a football club, as we can see and we have seen today in the visit. It's more than that. It's a social club, and having the branches around Cairo is something that has been impressed us really, really from this visit. It's something that many clubs can learn about, and that connection between the club and sports and the social element and its member, and it's something that's really, really impressed us. طيب هذه مكانة الأهلي ودي قيمته، والأهلي بيتأهب لخوض إياب نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا زي النهاردة، ولكن في 2008 كان الأهلي على موعد مناسب أو مماثل تماما للي بينتظره يوم الثلاث زي النهاردة، ولكن في 18 أكتوبر 2008 الأهلي فاز على إنيمبا النيجيري في مباراة العودة لقبل النهائي 1-0 برأس فلافيو في الشوط الأول عشان يضمن الأهلي التأهل للدور النهائي ويفوز بعد ذلك على القطن الكاميروني ويتوج ويسافر لبطولة العالم للأندية. فالوا عليه الكمال، ونتذكر هدف فلافيو في إنيمبا. ملعب لونه أحمر، كل الدنيا حمراء، كل الاعلام ماليه استاد القاهره. شفت عمل ايه فلافيو، شفت الخطوه اللي خدها من الاثنين المدافعين، شفت الخطوه اللي خدها قبل نايم القريب عشان يلمسها من اقرب نقطه. والله بيفكرونا فلافيو ده كان حاجه عبقريه الحقيقه. مفيش حاجه كده تدرس يعني، لا مفيش حاجه كده بين اللي على دماغه دي، المهاره بتاع ضربات الراس على مستوى العالم ما شفتهاش. طيب السوشيال ميديا رافض اعلامي حديث مهم ملك وكتابه، اذا كان منهجه من اول ما بدا كان معني باستمرار بكل ما يكتب، وانتم فاكرين الكلمه التاريخيه الشهيره جدا للمهندس عدلي بيقول لك الملك هو الاهلي والكتابه هي كل ما يكتب عن النادي الاهلي.
في كل أشكال الوسائط الإعلامية المختلفة، ما يقال وما يذاع وما يبث وما والمرئي والمقروء. لما ظهر في الفترة الأخيرة السوشيال ميديا كرافد إعلامي مهم ومؤثر في قياس اتجاهات الرأي العام أيضا، أعتقد أنه علوم الإعلام هتكون معنية في الفترة اللي جاية بالتأكيد بوضع السوشيال ميديا في مقدمة منصات قياس الرأي العام، لأنها في النهاية بتعكس عن اتجاهات الرأي نفسه ورأي الناس. ملك مصطفى أضاف هذا الاهتمام إلى مكوناته أنه باستمرار هيكون عندنا إطلالة على السوشيال ميديا ما تهتم به صفحات الأهلوية على مختلف مستوياتها واهتماماتها، أيضا المواقع المختلفة، كل منتديات الرأي، كل ما يتعلق بالسوشيال ميديا واتجاهات الرأي العام، خاصة ما يتعلق منه ببعض القضايا الأهلوية. كان لافت أيضا للزملاء في الإعداد وهم بيعملوا هذه الطلة على السوشيال ميديا إنه جمهور الأهلي عبر السوشيال ميديا مقدر مجهود الكابتن محمود الخطيب وما يعانيه من ألم في العمود الفقري وخد حقنة إشعاعية، ومع هذا يستمر في إنجاز الكثير من الملفات في هذا التوقيت المهم. يا باشمهندس، هو ده رد الفعل والتلاحم وإن الجمهور والنادي حتة واحدة بالظبط، يعني هم مش فاصلين نفسهم عن النادي الأهلي. أيوة. والنادي الأهلي لا يتجاهل، هم وقود النادي، هم موجودين ومحل اهتمام ومحل رعاية وهيبقوا تحت رعايتك برضه. نشوف في هذا التقرير سلامتك يا بيبو من جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا، ومنه نطلع لفاصل عشان نرجع بعد الفاصل نناقش واحدة من أهم القضايا التي تشغل النادي الأهلي حاليا وبقوة. سلامات لأغلى الناس، غلفت صفحات الفيسبوك مظاهر الحب والحالة الواضحة من التعاطف الشديد مع الكابتن الخطيب، وبث أطايب التمنيات والتضرع إلى الله بالدعوات ليعود حبيب الملايين سالما معافا من الأزمة التي عاودته بعد الجراحة الأخيرة وحاجته للحقن الإشعاعي نتيجة عدم إكمال الجرعات الكاملة بعد آخر جراحة أتمها في ألمانيا نتيجة إصراره على العودة لمصر لمتابعة شؤون النادي. تناثرت العبارات الفواحة بمشاعر العشق لبيبو على الصفحات، فكتب رواد الفيسبوك: سلامتك يا أغلى الناس، آلامك تؤلمنا، شفاؤك يسعدنا، ألف سلام عليك يا بيبو يا نور العين. حضراتكم من جديد، يمكن في الفاصل اضطر المهندس عادل القيعي للاستئذان ومغادرة الحلقة لأن دور البرد اشتد عليه زي ما حضراتكم شفتوا، وكان لازما ياخد فرصة للراحة خاصة مع بداية ارتفاع درجة الحرارة والرشح المصاحب لدور البرد. نتمنى له يا رب بإذن الله سرعة وتمام الشفاء. قلت لكم في البداية الأهلي بين اختصاص الجهات وجهات الاختصاص. الفترة الأخيرة الناس كتيرة بتتكلم على الوضع القانوني لانتخابات النادي الأهلي، ومن ثم من قبلها على وضعية عضوية الشيخ زايد. النهاردة تجدد الكلام ولكن على السطح الإعلامي بشكل لافت. جريدة المصر اليوم فيها موضوع كبير: زلزال زايد يهز جدران القلعة الحمراء، وحديث حول الحكم اللي كان صدر بأحقية أعضاء فرع الشيخ زايد وضرورة إدراكهم كان في كشوف الجمعية العمومية سواء ما يتعلق بجمعية الانتخابات أو جمعية اللائحة.
ويتحدث تقرير المصري اليوم عن جوانب هذا الحكم وحتمية تنفيذه، وأنه الوزارة شدد على أنه موقف وزير الشباب والرياضة في الخطاب المرسل للنادي الأهلي من الجهة الإدارية. وأيضا الأهرام تحدثت اليوم الأهلي يجهز ردا حول حكم تمكين أعضاء زايد من المشاركة في الجمعيات العمومية. والموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يؤكد صحة موقفه القانوني من الحكم الصادر لأعضاء الشيخ زايد. كلام كتير في هذا الملف اللي أنا قلت لحضراتكم أنه يقف ما بين اختصاص الجهات وجهات الاختصاص. اختصاص الجهات لأنه هل ده اختصاص لوزارة الشباب والرياضة حسب القانون 77 لسنة 75، ولا الاختصاص اللي انتقل إلى اللجنة الأولمبية بموجب القانون 71 لسنة 2017؟ دي جهات الاختصاص المختلفة بين الاثنين. فأنت بصدد وضع قانوني صدر بشأن حكم في ظل قانون، هذا القانون أسقط بقانون جديد، القانون الجديد عدل مكان موجود في القانون السابق بموجب الحالة نفسها، حالة عضوية الفرع والحق القانوني لعضو الفرع يحضر الجمعية ويشارك في الانتخابات له حق الترشح والتصويت أو ملوش. في هذه الجزئية لازم نأكد على حقيقة واحدة مهمة جدا: النادي الأهلي ليس في خصومة مع أعضائه، أعضاء النادي في كل فروعه لهم كل الحقوق ولهم كل التقدير ولهم كل المكانة ولهم كل الاهتمام والرعاية. لكن الكلام على الناحية القانونية، الناحية القانونية التي تحفظ الموقف الكامل للنادي وتحفظ الحقوق أيضا الكاملة للنادي بجانب رعاية الأهل واحتضانه لكل أعضائه. فهي المسألة لا تتعلق أو ليست هي مواجهة بين أعضاء في النادي أو في الفرع مع النادي وحقوقه. القصة فيها الكثير من المنحنيات القانونية. أعتقد خير من يحدثنا فيها المستشار حرمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي والمعني بهذا الملف بكل دقة. يا سيادة المستشار أهلا بسعادتك. الخير يا ابراهيم بيه، ازاي حضرتك؟ استاذ مشاهدين الحمد لله. تحيات المهندس عدلي، كان نفسه يفضل موجود لغايه لما يتابعك لكن دور البرد اشتد عليه شويه فاضطر ان هو يغادرنا، لكن الحمد لله بحاله جيده. الف سلامه ليه، ان شاء الله يبقى كويس ان شاء الله. وهنيكم على الحلقه الجميله دي برغم كل يعني رغم عن انف الحاقدين والحاسدين. والله سابوه، برافو عليكم جدا، حلقه جميله جدا 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 من الحلقات اللي احنا تعودنا ان احنا نشاهدها ونستمع اليها. شكرا مع المستشار. قل لي سعادتك، النهارده النادي الاهلي بيجي له جواب، اخر حاجه الجهه الاداريه اللي هي مديريه الشباب والرياضه في يومين اتنين ورا بعض عملت ايه في الحكم، وتاني يوم يقول لك عملت ايه في اللي انا قلت لك عليه، واضح الالحاح موجود. عايزك تحط الساده المشاهدين في الصوره كامله من البدايه بعرض مبسط زي ما تعودنا من حضرتك. بإيجاز شديد يا إبراهيم بيه، إحنا بنأكد على صحة الموقف القانوني للنادي الأهلي من أيوة. ناحية حكم الصادر لأعضاء فرع الشيخ زايد. تمام. أيضا حضرتك لازم كل السادة المشاهدين وأعضاء الجمعية العامة في النادي الأهلي يعلموا تماما إن هذا الحكم أقيم في ظل مجلس السابق. صدر الحكم فيه حضرتك في 15 مارس 2017. ايوه، في عهد مجلس المهندس محمود طاهر. ايوه، واذا كان المجلس بيتغنى وينعى همه ان المجلس الحالي ما نفذ، طب هو ما اداناش قدوه ومثل ليه ونفذ هذا الحكم لما كان تحت رئاسه النادي، كانت تحت رئاسه. ايوه، حاجه ثانيه حضرتك، الطعن ده كان فيه من بعض أخوة الزملاء في فرع الشيخ زايد على سند من القول انهم بيأملوا حضرتك او يحط ليهم ان هم يشتركوا في الجمعيات العموميه العاديه والغير عاديه، وانهم من حقهم ان يترشحوا ويبدوا باصواتهم في اي جمعيه. صدر الحكم ده في 15/3/2017، تم الطعن عليه من المجلس السابق
حضرتك بالطعن رقم 820 لسنة 63 قاف إدارية عليا. ايوه. والمجلس الجديد حضرتك عن طريق الشؤون القانونية ظل يعني عارف حضرتك يوالي الدفاع عن هذا الطعن. صدر حكم حضرتك في الطعن ده في الإدارية العليا يوم 26/5/2018. بيقول ايه في الحكم بقى حضرتك؟ قال ايه؟ انتهى حضرتك ان خلاص دالت المصلحه اللي هي كان مبتغاه من بدايته الدعوه اقيمت على سندها نظرا لالغاء العمل بالقانون القديم اللي هو 77 سنه 75 وما حدث عليه من تعديلات وحضرتك صدور القانون الجديد رقم 71 لسنه 2017 واللائحه التنفيذيه اللي هي حضرتك اللائحة الاسترشادية اللي تم وضعها من قبل اللجنة الأولمبية المصرية. أيوه. فوجئنا حضرتك يوم 15/10 بجواب من الجهة الإدارية بيقول ردوا لنا على الحكم ده. وأعقبوا على ثاني يوم 16/10 أنتوا هتعملوا إيه؟ عايزين ننفذ الحكم. الاثنين من مديريه الشباب والرياضه في القاهره. ايوه يا فندم. تمام. حضرتك ايه صدر حكم الشخص فاضل بحقيته في عدوية النادي الاهلي وجاب حكم ملزم فابتدينا نروح للجهه الاداريه ممثله في مديريه الشباب والرياضه والوزاره. ايوه. فافادوا في ذاك الوقت ده قريب جدا القصه دي ان هم غير مختصين يا ابراهيم. احنا بنعرض كل الخطابات ديت كوثيقه على الشاشه مع كلام حضرتك يا سياده المستشار اتفضل. للاسف انا مش قدام التلفزيون انا سايق ف حضرتك مش داخل هناخد لك مخالفه وانت بتتكلم في التليفون بس ماشي ماشي لا انا ركنت انا ركنت اتفضل المهم حضرتك فاحنا استغربنا فبعتنا لهم قلنا لهم كذا نعمل ايه تنفيذ الحكم اللي صدر ضدنا ده فقال والله احنا مش اختصاصنا الاختصاص منعقد لحضرتك في اللجنه الاولمبيه المصريه ايوه ف الجوابات دي لما جت يبقى جت من جهه غير مختصه. ده كان في شهر 9 يعني في شهر 9 قال لك انا مش جهه اختصاص. مش جهه اختصاص. اه. فانت روح للجنه الاولمبيه. فخلاص احنا وشأننا مع اللجنه الاولمبيه. طب انت ايه اللي دخلك النهارده لما انت بتقول انت غير جهه يعني مش جهه اختصاص. هو في شهر 9 مش جهه اختصاص في شهر 10 جهه اختصاص. اه بالظبط كده هو مش عارف حضرتك معانا ولا ضدنا. في حاجه، الحاجه الثانيه حضرتك الحكم قلنا ساعتك انه لما انتهى قال انه الاحكام السابقه في ظل القانون القديم واللوائح اللي كانت سائده في ذاك الوقت خلاص ما بقاش لي اي مكان او انتفى اثر القانون. وبعدين حضرتك اللجنه القانون لما طلع قانون 71 لسنه 2017 اللائحه الاسترشاديه حضرتك نصت في البند 66 منها على مين هم الباب السابع في القانون الجديد على مين هم حضرتك اعضاء الجمعيه العموميه الاعضاء الاعضاء قال لك اول عضو العضو الاصلي وبعدين عضو الفرع وبعدين عضو المستتر وبعدين العضو المبصم معروف العضو الاصلي ده خلاص يرتاح حضرتك له كل الحقوق والواجبات تمام وعليه جميع الالتزامات المنصوص عليها في القانون واللائحه العضو الفرع حضرتك يتمتع بكامل الخدمات والمرافق وله حقوقه في الحصول على الخدمات في داخل فرعه انما ليس له الحق في الترشح للانتخابات او حضور الجمعيات العموميه قدام ده قولا واحدا جاء حضرتك موجود في اللائحه في لائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي وده اللي نص عليه القانون رقم 71 لسنه 2017. ايوه. فاحنا النهارده بنؤكد يا ابراهيم بيه على صحه موقف النادي الاهلي من هذا الامر والنهارده احنا راسلنا اللجنه الاولمبيه وقلنا لها على القصه دي عندنا حكم صادر لصالح شخص معين تم الطعن عليه الحكم انتهى اليه في المحكمه الاداريه على ان الغاء العمل بالقوانين واللوائح السابقه على صدور قانون الرياضه الجديد رقم 71 لسنه 2000 ده حكم الاداريه العليا اختارت اللجنه الاولمبيه حضرتك اللائحه
استرشاديه. ايوه. فمن ثم خلاص الدنيا وضحت. ايوه. فانت النهارده عايز تبقى لك جميع حقوق للعضو الاصلي، عليك ان تستكمل الرسوم الاشتراك زيك زي العضو الاساسي. يعني هو حكم الاداريه العليا اللي قدامنا ده على الشاشه كان قال انه زال السبب مع سقوط القانون 75/75. بالظبط كده يا فندم. وكل الاحكام اللي صدرت يعني قبل كده وخلاص ما بقاش فيها صفه ولا معول عليه. لان القانون هو اللي اصبح دلوقتي، القانون 71 هو اللي واجب التطبيق سعادتك، وهو حضرتك المنوط بتنظيم العلاقه ما بين العضو والجمعيات العموميه واداره النادي. النهارده كان عندنا اجتماع مطول مع السيد رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب. ايوه. صدقني كان شغله الشاغل ان هو بيؤكد حضرتك حرص على احترام وتقدير جميع اعضاء النادي ايا كان فرع او اصل. ايوه. بل بالعكس هو بيقول الناس دي ليها كامل الحقوق، لها ما زي ما هو ما لنا وما أو عليها ما علينا. فيما عدا حضرتك ما جاء بنص في القانون وفي اللائحه، لائحه النظام الاساسي للنادي. ايوه. ده اللي حبينا بس. طيب واحنا انا هنا عايز اقف مع حضرتك في ثلاث مناطق مهمين يا سياده المستشار. المنطقه الاولى علشان الناس تبقى فاهمه القصه ببساطه ايه. النادي الاهلي لما عمل فرع للنادي في الشيخ زايد عمل عضويه للفرع مخفضه زي ما الصيد عمل وزي ما هليوبلس عمل، وفي انديه كتيره عملت فروع ليها وعملت حاجه اسمها عضو فرع. عضو الفرع ده الوضع القانوني السابق ما كانش منظم حقوقه، لكن القانون الجديد نص عليه، واللائحه الاسترشاديه المعمول بيها بل حتى اللائحه بتاعه النادي اللي لسه ما تمش العمل بيها نظمت هذه الحقوق بالنسبه لعضو الفرع. عشان الجمهور يبقى عارف القصه ببساطه شديده، اللي بيروح يعمل عضويه في النادي الاهلي دلوقتي بيدفع 350,000 جنيه عشان يبقى كامل العضويه في كل فروع النادي ومقراته، وله حق التصويت وحق الترشح وكل الحقوق كعضو عامل متكامل. افرض هو مش عايز ياخد العضويه في كل فروع النادي وعايز فقط يستمتع بكامل الحقوق اللي بالظبط، عايز يكتفي بعضويه الشيخ زايد زي ما حصل لدى بعض الساده الاعضاء. فالنادي لما عمل عضويه اهل الشيخ زايد اللي حضراتكم شايفينه بدا بفلوس مخفضه قوي، كانت 70,000 تقريبا او اقل قبل كده، ودلوقتي ب 120,000 فيما اذكر. يعني العضويه الكامله ب 350، عضويه الفرع ب 120. انا من الناحيه القانونيه كنادي، وانا بستاذن سعادتك في التبسيط ده للساده المشاهدين لانه الجمهور برضه مش معني بالمساله بس يبقى عارف المشكله فين. تمام. العضو اللي عمل عضويه فرع الشيخ زايد ب 120,000 انا كنادي ما املكش الحق القانوني اسويه بال 350,000، ما املكش ده. يعني تقديري لعضو الفرع ولكل اعضاء النادي في كل الفروع شيء، والتزامي بالناحيه القانونيه واموال النادي شيء تاني خالص. النادي الاهلي ومجلس الاداره حتى في جلساته مع الساده الاعضاء في فرع الشيخ زايد اثناء الترويج ومناقشه اللائحه تم تقديم تسهيلات كثيره لتوفيق الاوضاع القانونيه. ان عضو فرع الشيخ زايد عايز يكتسب الصفه الكامله للعضويه ويبقى له حق ارتياد كل مقرات النادي وحق التمتع بكل خدمات النادي وحق الترشيح وحق التصويت يتحول من عضو فرع الى عضو عامل كامل. في هذه الحاله قدم له تسهيلات، قالوا له شوف لما انت عملت العضويه كانت العضويه الكامله بكام، ادفع الفرق وادوله تسهيلات في السداد اعتقد تقسيط على 4 سنين. ثلاث سنين يا ابراهيم بيه، وبعدين مدناها له في اللائحه الجديده الى 4 سنوات. بالظبط. فكل ده علشان تنقل من عضو فرع لعضو عامل متكامل بما يحافظ على الوضع القانوني ويحافظ على سلامه الموقف المالي للنادي. لانه عايز اقول حاجه بسيطه، انا لو رايح اعمل عضويه دلوقتي في النادي الاهلي جديد لما الاقي لو دفعت ال 120,000 ممكن اتساوى باللي دافع 350,000، هدفع ليه 350 لما ممكن ادفع 120؟ هي الفكره ليس انتقاصا من حق فرع الشيخ زايد او اعضاء الشيخ زايد، لكن تنظيم للحته القانونيه والحفاظ على اموال النادي. وفي كل الاحوال
ده نص في القانون، يعني حتى القانون الجديد السادة اللي أقاموا الدعوة في السابق كان بيحكمهم القانون السابق، ما كانش بينص لأنه صدر في وقت ما كانش فكرة عضو الفرع مطروحة، بل أنه القانون ظهر حتى في مناخ اشتراكي مختلف عما قالت إليه الأحوال. تمام. القانون الجديد نظم حقوق عضو الفرع وحددها ونص عليها سواء فيما يخص القانون أو ما يخص اللوائح المعمول بها ومنها اللائحة الاسترشادية المفروضة حتى الآن. ده كده عرضي دقيق؟ لا لا هايل يا فندم. انا هضيف لحضرتك حاجه ثانيه. اتفضل. القانون الجديد للقانون الرياضي شباب الرياضه 71 لسنه 2017 واللائحه الاسترشاديه اللي وضعت من قبل الجهه المنوط بها اللي هي اللجنه الاولمبيه المصريه صدرت احكام حضرتك من مركز التسويه والتحكيم الرياضي. ايوه. احكام بتؤكد على هذا الكلام. طبقا لتحقيق القانون وطبقا لما انتهت اليه المحكمه الاداريه العليا في حكمها حضرتك اللي هو كان اقيم على الطعن ده وطعون اخرى خلاص اصبح النهارده العضو الفرع متعارف عليه، النهارده انت مالكش غير انك تتمتع بالخدمات والمرافق اللي بيقدمها لك النادي. زي ما انت شرحت كده عايز حضرتك تحول يبقى لك حق الترشح والإداء بصوتك في الجامعات العموميه العاديه والغير عاديه عليك ان تستكمل باقي الاشتراك. ايوه. طيب ده فيما يخص اصل المشكله واصل القصه. اجي للموقف فيما بين اختصاص الجهات. ايه تفسير حضرتك للجهه الاداريه؟ يعني انا افهم هل احنا في تنازع للاختصاصات؟ أنا عارف أنه في المناخ الرياضي العام العلاقة ليست جيدة أو ليست كما يجب أن تكون بين الوزارة وبين اللجنة الأولمبية، بس الأمر لا يتوقف على علاقات الأشخاص ببعضهم أو مساحات الهواء اللي موجودة، الأمر يتعلق بالوضع القانوني. الوزارة في تكوينها الجديد لا يروق ليها أن السلطة الرياضية الكاملة تكون عند اللجنة الأولمبية، ودي ليست منحة ولا هبة من حد، دي مسألة أعطاها القانون. والله أنت عايز تغير القانون غيره، بس لغاية لما تغير القانون الوضع الموجود بيقول لي أن المظلة بتاعت الرياضة تكمن في اللجنة الأولمبية، مش ده صحيح؟ تمام يا فندم. بص حضرتك في حاجة اسمها السبورت لو. سبورت لو ده اللي هو قانون الرياضة اللي معمول بيه في الاتحاد الأوروبي. أيوة. الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. أيوة. بيقول بيمنع حضرتك الدول والحكومات التدخل في الرياضه. وعلى هذا الاساس تم حضرتك وضع القانون بتاعنا الجديد. احنا كنا كل شويه حتى حضرتك في الاتحادات الوطنيه للاسف الشديد كان كل شويه يقول لك ايه نرجع شويه توفيق الاوضاع، نرجع شويه توفيق الاوضاع. لما الدنيا بقى زادت المشاكل ضافت زي ما بيقولوا حضرتك. ايوه. ان يتعين عليه الزام علينا احنا اجبرنا حضرتك على تعديل قانون شباب الرياضه. الى امل انتهى اليه في نصوصه الحاليه اللي هي بتطبق. ايوه. فالنهارده لا تاويل مع النص، ما ينفعش النهارده نتنازع زي ما حضرتك بتقول ان في ادارات تتنازع في الاستثمار. لا. القانون واضح وصريح. القصه دي منعقد الاختصاص ليها للجنه الاولمبيه المصريه. يبقى خلاص حضرتك انا مش هناقش واروح حته ثانيه حضرتك. ايوه. لا. هي المنوط بيها الاشراف حضرتك وتطبيق وتنفيذ القانون واللوائح الخاصه اذا كانت استرشاديه او لوائح النظام الاساسي في الانديه. فالموضوع واضح، كل بقى ان الدين يتدخل وصد يتدخل ده لازم يبقى في وقفه من جانب الدوله لتحجيمها مثل هذه الامور والمهاترات، لان احنا حضرتك بنخش في يعني في جديد ملوش لازمه خالص، انت يعني بتعاقني عن عملي، انت بتحاول سوري يؤدي بيا الفشل، انت مش عايز ننجح. لانك انت بتلهيني في القصص انا في غنى عنها، بتضيع وقتي وبتضيع مجهودي في مهاترات جانبيه لا تمت اي صله بالعمل الرياضي، فسيبني اشتغل واطلق ايدي حضرتك طبقا لصحيح القانون، والا حضرتك احنا مش هنتقدم فايده امتنا. ده صحيح يا سياده المستشار، وانا هنا قدامي الخطاب اللي حضرتك اشرت اليه لما النادي الاهلي تلقى هذا الخطاب من الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة ممهورا بتوقيع الدكتور أشرف البجرمي مدير الشباب والرياضة في القاهرة،
لما تحدث في 25/9/2018، يعني يا جماعة من أقل من شهر الكلام ده، المديرية راح لها خطاب، فبعتوا للنادي بيقولوا بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد للديوان العام المتضمن طلب موافاة سيادتكم بالرأي حيال إمكانية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوة رقم 31676 لسنة 59 المقامة من السيد المستشار عمرو محمود عبد الرحيم وآخرين ضد السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته وآخرين أمام محكمة القضاء الإداري بموضوع إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعي عليه لإتمام إجراءات منح المدعي وأسرته العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار. الدكتور أشرف البجرمي مدير الشباب والرياضة، تاني مدير الشباب والرياضة في القاهرة، يوم 25/9 قال للنادي الأهلي إيه؟ نتشرف ونحيط سيادتكم بضرورة توجيه خطابكم هذا إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاستطلاع الرأي حيال ذلك الموضوع. ليه يا عمي؟ قال لك ده إعمالا لنص المادة 66 من الباب السابع تسوية المنازعات الرياضية من القانون رقم 71 بإصدار قانون الرياضة. طيب يوم 25/9 كان مدير الشباب والرياضة في القاهرة يرى أنه القانون اتغير وأن السلطة انتقلت إلى اللجنة الأولمبية وأن النادي الأهلي لما بعت يسألهم بعت الخطاب في المكان الخطأ وأنه الصح يحوله على اللجنة الأولمبية لأنه زي ما قال وفقا للمادة 66 جهة الاختصاص هي اللجنة الأولمبية مش إحنا. عايز أقول مش إحنا خالص، ابعدوا عننا لأنه خلاص إحنا ما عدناش جهة اختصاص. إيه اللي حاصل علشان يجي النهاردة في 15/10 يعني 20 يوم بالظبط ألاقي خطابين متتاليين يوم 15 الحقا إلى كتاب الصادر بالرقم كذا والتاريخ كذا، نتشرف بأن نرسل لكم صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الإداري السابق الإشارة إليه ويرجى من سيادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم بعد استلام الصيغة التنفيذية. يبعت الكلام ده في 15 ويجي يوم 16 يروح باعت تاني الحاقا لنفس الخطاب، قولوا لنا عملتوا ايه في اللي بعتناه لكم امبارح. لا يا فندم ده بيقول لي نفذ الحكم. ايوه ما بقول لك يعني قول لي انت ازاي ما نفذتش الحكم وقول لي سبب عدم التنفيذ. هنا الكلام مفروض ما يكونش وفقا لمساحه الهواء. احنا بص الهواء الغرض مش الهواء اللي هو البث طبعا. بص يا ابراهيم بيه احنا على حسب سيادتك وتنفيذا للجواب بتاعه اللي هو قال فيه ان هو مش مختص وان الاختصاص منعقد للجنه الاولمبيه المصريه طبقا للماده 66 من الباب السابع بالقانون الجديد، فاحنا وجهنا خطابنا حضرتك الى اللجنه الاولمبيه المصريه. ايوه هذا الشأن وطلبنا منها والله اعمال القانون كيفما تراءى لي، انفذ ولا ما نفذ بالظبط. تقول لي بقى حضرتك بس انا بقول حتى لو للاسف الشديد يعني بقول وده مش هيحصل، اللجنه الاولمبيه ملهاش غير انها تطبق نص المواد القانونيه اللي وردت في القانون واحد طبعا سنه 2017. لا وانا هنا انا هنا بس للدكتور اشرف المجرمي، هو انت معترف بانهي قانون؟ يعني انت شغال على 77 لسنه 75 ولا شغال على 71 لسنه 2017؟ والسؤال الحقيقه، السؤال في الحقيقه يجب ان يوجه للدكتور اشرف صبحي لانه هو راس السلطه الرياضيه الحكوميه مش مدير الشباب والرياضه. بص يا ابراهيم بيه بعد اذنك انا مش بالدفاع عنه ولا حاجه بس انا بقول قد يكون العرض كان خطا في حينه وان الموضوع ما تعرضش عليه بامانه جايز. طيب تاني يوم برضو يعني انا مش بتلمس الاخطاء مش بتلمس له اعذار انما انا بقول حضرتك قد يكون العرض كان خطا قد يكون بدون تعمد، بس انا معاك ان في ناس اعداء نجاح، في ناس حضرتك عايزاك تفضل كده داير في فلك يشغلك باي حاجه تاني باي حاجه عن العمل الصح لان مش عايزك تنجح للاسف الشديد. طيب احنا بنصر حضرتك انا بؤكد لحضرتك دلوقتي على
سلامه الموقف القانوني للنادي الاهلي لانه جاء طبقا لتحقيق الواقع والقانون ولا اي مساءله عليه. انا النهارده كل اللوائح والقوانين والاحكام القضائيه اللي استقرت عليها سواء حضرتك في التحكيم الرياضي او غيره حضرتك بتقول ان انا موقفي سليم. وده الاخر حاجه النادي بعتها الى المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه زي ما اشرت حضرتك. قال له في خطاب مرسل النهارده حضراتكم هتشوف ادي صورته من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بيقول لرئيس اللجنه الاولمبيه المصريه ورد الى النادي من السيد مدير مديريه الشباب والرياضه بالقاهره الكتابين رقمين 261 المؤرخ في 9/10/2018 والوارد الينا بتاريخ 14/10/2018 والخطاب 275 المؤرخ في 14/10/2018 اللي ورد لنا في 15/10 اللي تضمن اولهما طلب موافاه المديريه عما اذا كان قد سبق وان تم تنفيذ الحكم الصادر. يعني هو بيقول انتوا نفذتوا الحكم ولا لا، كما لو كان ده من مديريه الشباب والرياضه في مدغشقر يعني. وفي الحاله الاولى ما يفيد التنفيذ، وفي الحاله الثانيه موافاتكم بمبررات عدم التنفيذ، وعما اذا كان لدى النادي مانع من موانع التنفيذ. معرفش بيتكلم بصيغه قانونيه ازاي، وذلك حتى تقوم المديريه بارسال الرد للشؤون القانونيه بوزاره الشباب والرياضه. بيقول خطاب النادي الاهلي للسيد رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه الا اننا فوجئنا في اليوم التالي بخطاب سيادته رقم كذا دون انتظار لرد النادي. تبعت لي يوم امبارح وعايزني الصبح النهارده ابعت لك. انا هنا بحط هذا الاستعجال وهذا الالحاح بين قوسين فيهم الكثير من الربا. لانه يعني حتى في المكاتبات الرسميه انت بعت لي النهارده امبارح وبعت لي النهارده تقول لي عملت ايه في الموضوع اللي بعته لك امبارح. كان المفروض ارد عليك في نفس اللحظه واحل المجلس واقفل النادي عشان الساده في المديريه يبقوا مبسوطين. كان مطلوب ده يحصل فورا. مع ان هو مش اختصاصه يا ابراهيم زي ما قلنا. مع انه هو اللي نفسه من 20 يوم قال ماليش دعوه، انتوا بعتوا لي غلط، روحوا للجنه الاولمبيه، انتوا تابع اللجنه الاولمبيه بموجب القانون. وانا رحت للجنه الاولمبيه. ورحت اللجنه الاولمبيه اللي هو نصحني بيها من 20 يوم. بالظبط. النادي الاهلي بيقول للسيد رئيس اللجنه الاولمبيه صاحبه الحق الاصيل والاختصاص، وانا هنا هذا لا ينتقص لا من شان الدكتور اشرف صبحي ولا من شان السيد البجرمي مدير الشباب والرياضه. يا جماعه هذا وضع قانوني. هذه سلطه منحتها للجنه الاولمبيه مواد القانون 71 لسنه 2017. عندك اعتراض، متضايقين، متغاظين، السلطه اتسحبت، الاختصاص انسحب، اتعامل مع ده قانوني وعدل القانون واسترد السلطه، يبقى على عيننا وراسنا واللجنه الاولمبيه الدوليه تقول ما تقول، لكن في النهايه يبقى انت شغال قانوني. لكن يقر قانون ويتم العمل به وينظم الحركه الرياضيه ويتم توفيق كل الاوضاع على اساسها ويتم تسويه كل المنازعات بموجب القانون اللي بيوديها لمركز تسويه المنازعات والتحكيم، وفجاه انت ترتد لورا تاني خالص علشان تسلب جهه الاختصاص حقها الاصيل، وتيجي تحاسبني انا كنادي وتقول لي امبارح عملت ايه والنهارده بسرعه قول لي عملت ايه في موضوع امبارح. اولا مستوى في المخاطبه مستوى لم يعتده لا الاهلي ولا غيره من الانديه، ده مستوى قليل شويه عن المخاطبات الرسميه. وثانيا انا مش فاهم الدكتور اشرف صبحي بمعزل ومنقع عن اللي بيحصل ده ليه. راس الحكم الرياضي فيما يتعلق بالشان الحكومي السيد وزير الشباب والرياضه. كون ان انا بقى عايز الارض تهتز تحت كل الانديه ده مش في صالح حد. كون ان انا هنا في مشكله فلازم اعمل هنا مشكله علشان يحصل التعادل اياه، ده برضو مش في صالح الرياضه. احل المشكله ديت واسيب المسيره اللي ماشيه كويس ادعمها واعززها، ده المفترض الصح. لكن هذا التفكير دائما وابدا في السعي نحو التعادليه الغريبه هيفقد حتى الرياضه المصريه البنيه التحتيه الثابته ليها، هيفقدها مناخ الاستقرار اللي المفترض تعمل من خلاله. لان انا هنا بتكلم على بديهيات، سلطه معطاه للجنه الاولمبيه، مديريه من 20 يوم بتقول لي ما تبعتليش ابعت للجنه الاولمبيه، ولما تكون عايزه تعمل لي مشكله تبعت تقول لي الحق نفذ وعملت كده ليه، وتاني يوم تقول لي عملت ايه في اللي بعته لك امبارح. فبينهي الاهلي خطابه الى اللجنه الاولمبيه صاحبه الحق الاختصاص، فالبين من خطاب المديريه ان طلب التنفيذ
أن طلب التنفيذ لم يقدم الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم كذا من الدائرة كذا والمقام من السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته ضد السيد مقيم الدعوة، وبذلك وبعد صدور القانون واللوائح فلا يمكن الطعن على قواعد قانونية تم إلغاؤها وزال أثرها، ومن هذه الأثار الحكم الصادر في الدعوة رقم كذا. وبينهي النادي الأهلي خطابه الموثق بكل الأسانيد القانونية والأحكام الصادرة من الإدارية العليا للسيد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبيقول له نرفع الأمر لسيادتكم مؤيدا بالمستندات والأحكام، وذلك ردا على كتابي السيد الدكتور مدير الشباب والرياضة بالقاهرة وعلى الحكم المطلوب تنفيذه لتوضيح الموقف القانوني للنادي وبيان انتهاء وانتفاء أي أثر قانوني للحكم محل هذا الخطاب وعدم الاعتداد به في مواجهة النادي، أملين موافاتنا بالرأي القانوني في اختصاص مديرية الشباب والرياضة في هذا الشأن ومدى إلزامية الرأي الصادر عنها في هذا الشأن، والتوقيع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. ماذا بعد يا سيادة المستشار؟ وإحنا مصرين على موقفنا حضرتك، لأنه طبقا لصحيح القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وكمان طبقا للائحة الاسترشادية اللي احنا سوري يعني اتدبسنا فيها من قبل المجلس القديم وشغالين بها لغايه دلوقتي الحين اعتماد اللائحه الجديده ونشرها في الجريده الرسميه. هتتنشر يوم السبت يا فندم. السبت. خلاص هي تم اعتمادها حضرتك و يعني واقفه على النشر. يعني السبت عند نشرها في الجريده الرسميه اصبح العمل بها ساري. يوم السبت يا فندم. تمام. من بدء العمل. هتتنشر يوم السبت ان شاء الله، فخلاص هي تم الموافقه عليها. فانا حتى بقول لك في ظل اللائحه الاسترشاديه فأنا حضرتك عند رأيي وعن موقفنا سليم لأنه طبقا للصحيح القانون والواقع، وأنا حضرتك الفاشل بيني بينهم إيه؟ القانون. النهاردة حضرتك بتقول تنازع الاختصاصات ما بين الإدارات في الجهات الإدارية، ده هيؤدي لينا يا فندم إلى أنها نتوقع يعني يوقع علينا عقوبة من قبل الاتحادات الدولية، لأنه هنظل النهاردة مختلفين مين صاحب الحق الأصيل في القصة دي أو مين من اختصاصه الموضوع ده، يبقى كده حضرتك مش هنتقدم ولا صمت. وللأسف المنظر العام بيبقى بره مش كويس، واحنا مش حابين ده. احنا عايزين نبقى حضرتك كل الناس عارفه ان احنا نخضع لجميع القوانين سواء المحليه والدوليه. هل من اضافات اخرى سيادة المستشار؟ لا يا فندم، احنا برضو بنأكد على احترامنا الكامل وتقديرنا لجميع أعضاء فروع النادي الأهلي. صحيح. ونقر دلوقتي حضرتك قدام سعادة لهم ما لنا وعليهم ما علينا طبقا للقانون واللائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. وبالعكس في تسهيلات كتيرة لتوفيق الأوضاع القانونية اليوم عشان الكل يتحول إلى عضو. يا فندم ده في دلوقتي ما يقرب من 50% اتحولت. في ما يقرب من 50% تقريبا تحولوا حضرتك إلى أعضاء أصليين. أيوه. وإن شاء الله يعني البقية تأتي. شكرا جزيلا المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، ويظل الجدل مفتوح لأنه المسألة هي دعوة لإهدار المال، يعني الجهة الإدارية بموجب القانون يفترض لو النادي الأهلي نفذ مساواة ما بين واحد دافع 3 وواحد دافع 9، لو أحدث هذه المساواة يفترض أن الجهة الإدارية تحاسب النادي على هذا الإهدار. أنت أخذت 3 من 1 اديته كل الحقوق اللي اديتها لـ9، طب ظلمت أبو 9 وجملت أبو 3 ليه؟ طب ما تخلي كله بـ9 أو خلي كله بـ3، لكن فجأة اديت لواحد كل الحقوق وهو دافع أقل بكتير من اللي دافعه التاني. هي دي المسؤولية وهي ده المفروض الوضع الطبيعي الرقابي، ان انا اراقب الصرف العام واراقب الموقف المالي واراقب مدى حرص هذا النادي على الحفاظ على الحقوق خاصة ما يتعلق بالمال. لكن ان انا الاقي هذا الالحاح في الدعوة، اولا الوضع القانوني غير سليم بالمرة. هتقول لي صدر حكم، اقول لك يا سيادة الدكتور صدر الحكم في ظل اولا مجلس الادارة السابق وتم الطعن عليه في حينه، دي حاجة. الحاجة التانية صدر الحكم تحت مظلة القانون
رقم 77 لسنة 75 اللي ما كانش منظم حقوق عضوية الفرع، أما وإنه القانون الجديد نظم حقوق الفرع واداله هذا الحق، واللائحة الاسترشادية حددت اختصاصه وسلطته وحقوقه، أنا مش عندي الفرصة لمخالفة القانون، ما أقدرش أجامل فيها لأنه في نص قانوني بشأن تنظيم الأفرع. أنت بقى ضد خالد عبد العزيز، أنت متنرفز من خالد عبد العزيز اللي عمل القانون السابق، أنت ليك ملاحظات على القانون، في النهاية أنت المسؤول، عدل القانون والكل يلتزم بتعديلات القانون. لكن هذا القانون اللي موجود يعطي السلطة للجنة الأولمبية وفقا لصحيح الدستور، دي مش منحة ولا هبة من حد، الدستور المصري نص في أنه المنازعات الرياضية يتم تسويتها بما يتفق ويتسق مع المعايير الأولمبية والقوانين الدولية. فبالتالي أنه اللجنة الأولمبية المصرية تلتزم بقرارات الأولمبية الدولية، ده لا ادعاء من حد ولا فروسية من الدكتور حسن مصطفى ولا سلطة من أي حد، ده الدستور المصري اللي بيلزمك بهذا الحق. فهذا الحق للجنة الأولمبية في تيسير الأوضاع وفي إدارة الحركة الرياضية ده حق أولمبي ثابت ومنصوص ومنظم دستوريا. أنا كنادي لما بعت لك أقول لك عندي مشكلة كذا، قلت لي أنت جاي لي ليه؟ أنتوا تابع اللجنة الأولمبية خلاص. من 20 يوم كنت بتقول لي كده. إيه اللي حصل عشان يتم هذا العدول السريع؟ أعتقد الأمر في الأول وفي الآخر يجب أن يصب وينتهي عند السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. المسألة مش مسألة مديرية الشباب والرياضة في القاهرة. ما احنا شفنا قبل كده في منازعات سابقة الأستاذ محمد سويلم وهو على رأس مديرية الشباب والرياضة في القاهرة، الأمور أيضا كان فيها الكثير من المراسلات والأمور اللي كانت غير مفهومة، حتى الراجل خرج من الخدمة والآن هو المدير التنفيذي لنادي الزمالك. أستاذ محمد سويلم مدير الشباب والرياضة السابق في القاهرة حاليا هو المدير التنفيذي لنادي الزمالك. فاحنا بنتكلم على أوضاع لا يجب أن تكون خاضعة بأي حال لا لتقييم الشخص ولا الهواه ولا لخلافاته مع الأطراف. يجب فرض القانون في الأول والأخير. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل التاسعة يا أهلي بإذن الله. أهلا بحضراتكم من جديد. التاسعة يا أهلي إن شاء الله. الأهلي مقبل على مباراة مهمة في الجزائر يوم الثلاث مع وفاق سطيف، دي مباراة العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحضراتكم فاكرين إن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدفين فقط كانوا قابلين على الأقل إن هم يكونوا خمسة، بل إنه الهدف الصحيح الشرعي اللي اتلغى بصورة غريبة جدا لو تم احتسابه كان أعتقد يسافر الفريق ومعاه ثلاث أهداف غير الهدفين. لكن الجمهور وهو بيناشد الأهلي وبيناشد لعيبة الأهلي ويثق في الجهاز الفني وتقدير الموقف عنده هذه الرغبة في إحراز اللقب التاسع للأهلي مع أميرة البطولات لأسباب كتيرة متعددة. يمكن السبب الأساسي أنه الأهلي من 2014 وهو بعيد عن قلب الأميرة، بعيد عن منصة التتويج بواحدة من أهم البطولات اللي بيشارك فيها إن لم يكن فعلا أغلاها وأهمها. وإذا كان الدوري العام المصري بطولة الأهلي المفضلة تاريخيا، فأنا أعتقد دوري أبطال أفريقيا أصبحت بطولة الأهلي المحببة قوي، لأنه من خلالها الأهلي بيدعم موقفه وصدارته القارية في القرن الجديد، وكمان بيقترب أكثر من استعادة اللقب الأغلى والأجمل والأروع وهو الأكثر تتويجا بالبطولات الدولية على مستوى العالم. الأهلي حتى الآن عنده 20 لقب في عدد البطولات الدولية في مشاركاته. ريال مدريد الأسباني العتيد والعريق كان قد استعاد هذا اللقب في الأكثر تتويجا على مستوى العالم، بقت عنده 25 بطولة. يعني الريال 25 الأهلي 20. فوز الأهلي بالتاسعة بإذن الله تعالى يفتح له الباب، غير أنه بيضيف له لقب
بيفتح له سكة كمان لإمكانية إحراز لقب آخر وهو السوبر الأفريقي حين يلتقي بطل دور الأبطال مع بطل الكونفدرالية. فوز الأهلي بإذن الله تعالى بالبطولة التاسعة هيعني أنه هيبتعد خطوة، طبعا هيلاحق ريال مدريد وهيقترب منه أكثر فأكثر، لكن كمان هيبتعد عن الميلان وبوكا جونيور وإندبندنتي الأرجنتيني لكل منهم 18 بطولة، فالأهلي عنده 20 بطولة، بطولتين كمان بإذن الله تعالى يبتعد بيهم خطوة مهمة عن بقية المنافسين العالميين. يبتعد عن برشلونة الأسباني الكبير اللي عنده 17 بطولة وهو دايما عنده فرص لإحراز الألقاب، يعني الخطر يأتي من هذا الفريق اللي دايما وأبدا عنده فرص إحراز الكثير من البطولات القارية والدولية. التاسعة يا أهلي بإذن الله مفيدة جدا للعيبة في السيزون اللي جاي، لأنه بطل دوري الأبطال السنة دي الاتحاد الأفريقي بيدي البطل في البطولة اللي جاية يدخل مباشرة إلى دوري البطولة المجموعات، مش هيخوض مباريات دور الـ 32 لأسباب تتعلق بضيق الجدول مع ضغط المباريات مع المشاركة في بطولة العالم للأندية مع تعديل مواعيد كأس الأمم الأفريقية والأجندة الأفريقية، ففيه منحة خاصة بدوري الأبطال السنة دي إنه الموسم القاري اللي جاي بطل دوري الأبطال يشارك في البطولة الجديدة ابتداء من دور المجموعات، يعني اللي هو بقى في دور 16 فيعفى من دور 32. طبعا التاسعة بإذن الله تعالى فيها ميزة كبيرة جدا إنه يشارك الأهلي بإذن الله لأول مرة في كأس العالم للأندية في دبي. الأهلي شارك في اليابان وكان ضيف مرحب به دايما في الجماهير اليابانية، لكن مشاركته في بطولة العالم في دبي فيها ظروف مختلفة تماما، ما عندناش مشكلة الطقس والتأقلم البيولوجي اللي عانى منه الفريق في كل مشاركاته في اليابان، ما عندوش اللعب قدام مدرجات إلى حد كبير ما فيهاش الحماس بتاع جماهير النادي الأهلي، بالعكس في دبي هيكون الأهلي صاحب الشعبية الأكبر في أوساط البطولة بإذن الله تعالى بفضل مكانته وشعبيته العربية، وأيضا بفضل الجماهير المصرية الكبيرة والجالية المصرية اللي موجودة في كل المدن الإماراتية. الأهلي التاسعة بتعني له هذه المشاركة، لكنه كل هذا لا يتحقق من دون تجاوز مباراة يوم الثلاث. مباراة الثلاث مباراة مهمة جدا، الفريق الجزائري الشقيق فريق قوي، فريق عنده تاريخ جيد جدا، عنده جماهير شديدة الحماس، واعتقد حضراتكم عارفين طبيعة المدرجات الجزائرية ازاي بيكون فيها كل هذا الحماس مع فرقها، صحيح انها بتتحول الى عامل ضغط رهيب على اصحاب الارض، لكن وجود الخبرات الكافية لدى لاعبي النادي الاهلي كفيلة بامتصاص كل هذا الحماس على الصعيد الجماهيري، على الصعيد الفني، على الصعيد التنظيمي. ماذا ينتظر الأهلي في الجزائر؟ الأهلي هيسافر يوم الحد إن شاء الله. ماذا ينتظر الفريق في الجزائر؟ ماذا عن مستوى وفاق ستيف حاليا وتطلعات جماهيره؟ معنا على الهاتف من الجزائر الزميل الأستاذ سمير بشير الصحفي بجريدة الهداف الجزائرية. أستاذ سمير أهلا بيك. اهلا بك اخي الكريم، تحيه اليك والى كل مشاهدي قناه النيل وكل انظار النادي الاهلي. اهلا بك وسعداء بالمزيد من التقارب الكروي والرياضي عامه بين مصر والجزائر، وانا اعتقد المقابله الاولى بين الاهلي وسطيف خرجت في اروع صوره، فماذا ينتظر الاهلي في الجزائر يوم الثلاثاء ان شاء الله يا استاذ سمير؟ كما قلت يعني المقابلة الأولى التي جرت يوم 2 من هذا الشهر بملعب السلام، يعني مرت بسلام من الأجواء من ناحية تنظيمية،
من ناحيه الحفاظ على العلاقات، لاننا اصبحنا يعني نتخوف في السنوات الاخيره من مثل هذه المقابلات في شمال افريقيا عاده بانها تفرض اثار سلبيه. الحمد لله يعني المقابله جرت في ظروف جيده جدا، ممكن حتى نحن في الجزائر تاسفنا على عدم حضور كل جماهير النادي الاهلي في المباراه الاولى بسبب قرار تحديد عدد الجماهير، تمنينا ان يكون يعني كل جماهير الاهلي حاضره. الجمهور الذي كان حاضرا في المباراه في ذلك اليوم يعني اعطى صوره جميله جدا، لم يسمع منه بعثه في تقصيف او انصار بتقصيف اي كلمه واحده خارجه عن النص، يعني هذا شيء جميل. بالتاكيد انه تقصيف ايضا مطالب هو وجماهيره بالمعامله بالمثل يعني والرد الساعة الطاعين في المجال في هذا المجال يعني التعامل الجيد. هذا لا يمنع انه تقصيف وجماهير تقصيف تحذر ايضا من الناحيه الفنيه ومن الناحيه التشجيعيه من اجل الاطاحه في النادي الاهلي، لان النتيجه التي انتهت عليها مباراه الذهاب هي 2-0 هي نتيجه خطيره في كره القدم على الفريق الذي ينهزم بها، ولكن في نفس الوقت هي نتيجه بامكان تدارسها. لذا يعني الجماهير يعني تقصي تحضر يعني من اليوم يعني بدات عاد الفريق للتدريبات وقد حضر جمهور كبير بملعبه يعني لتشجيع اللاعبين من اجل اعاده يعني الاعتبار للفريق وتحقيق النتيجه المطلوبه. في اجراءات تنظيميه اليوم المباراه يعني بحيث انه تذاكر المباراه ستباع 9 ساعات كامله، ستباع يوم المباراه 9 ساعات كامله يوم قبل الموعد، يعني حتى تفسح المجال لا يكون هناك تزاحم وقت اللقاء. ابواب الملعب ستفتح 5 ساعات كامله قبل اللقاء. عدد التذاكر المطروحه للمباراه سيكون عددها 16,000. في قرار ايضا جديد اليوم، في قرار من والي ولايه سيف بالتنسيق مع عسرة في تخطيط والوالي يعني بمدارس المحافظ في مصر، وهو تخطيط يعني المدرجات المغطاة المنصه الشرفيه، يعني منصه شرفيه للرسميين عدد مقاعدها حوالي 200 ستخصص بكل بعثه النادي الاهلي وانصاره، يعني خارج يعني لن يكونوا في المدرجات العاديه ولكن سيوضعون في منصه رسميه، حتى انصار النادي الاهلي سيوضعون في هذه المنصه الرسميه. هذا هو الجديد على مستوى الاجراءات التنظيميه. اظن ان هناك الاستاذ عدلي سيكون مسافر غدا الى الجزائر مع صباح الفريق ونائب القنصل، سيتواجدون في مدينه سيف لتحضير الفندق والامور التنظيميه والتنسيق مع النادي بتقصيص حول التدريبات وتوقيتها وغيرها من هذه الامور. على ان تصل باحث النادي الاهلي ككل الى مدينه الى الجزائر العاصمه يوم الاحد في منتصف النهار، ومنها ستواصل الى مدينه سيف. بالتاكيد مرحبا يعني ب النادي الاهلي. مدينه الصيف منذ اسبوعين فقط يعني كان لها تجربه في استقبال فريق النادي المصري في مباراه الاتحاد، لانه مدينه الصيف وملعب سليمان هو الذي احتضن مباراه اتحاد العاصمه والنادي المصري في ربع نهائي كاس الكونفدراليه، ومرت المباراه بسلام. وبالتاكيد ان مباراه النادي الاهلي ووفاق الصيف رغم اهميه الرهان الرياضي فيها ستكون من هذا الجانب، يعني نكون مطمئنين ان شاء الله ستكون في احسن الظروف. استاذ سمير، المباراة الأولى انتهت 2-0 وأنت ترى والجماهير الجزائرية أيضا ترى أن الهزيمة حتى وإن كانت كبيرة لكنها ليست مستحيلة ويمكن للوفاق التعويض. ماذا عن الناحية الفنية بالنسبة للاعبي الوفاق؟ بالتاكيد يعني الوفاق في مباراة الذهاب أو في الشوط الأول من مباراة الذهاب يعني لم يكن في المستوى المطلوب، ولكنه عاد في الشوط الثاني يعني لعب جيدا في الشوط الثاني. هنا في الجزائر نقول أن النادي الأهلي سيندم على عدم تسجيله الهدف الثالث في أواخر المباراة، لأنه في آخر 5 دقائق من المباراة ممكن أتيحت للنادي الأهلي حوالي 5 فرص فعلية للتهديف في آخر المباراة. في الجزائر نقول أن النادي الأهلي سيندم على عدم تسجيله الهدف الثالث. بالتاكيد حماس كبير وطموح كبير في على الاقل تسجيل هدفين والوصول بهذه المقابله الى ركلات الترجيح. فيه يعني فيه تفاؤل ممزوج بالحذر بطبيعه الحال، لانك لا تباعد تعادل انت في لاعب النادي الاهلي، لاعب افضل فريق في افريقيا وفي العالم العربي في السنوات الاخيره. بالتاكيد كما قلت في بدايه دخلك انه الحماس الجماهيري ان استطاع تخطيط يعني الوصول الى مرمى النادي الاهلي في الشوط الاول سينعكس ايجابا عليه، ولكن يعني لو يتاخر في التسجيل بالتاكيد في مثل هذا النوع من المباراه سينعكس الامر تصبح يعني ضغط سلبي اضافي بمرور الوقت على نادي تخطيط. اظن ان المباراه تلعب في الشوط الاول منها، نتيجتها تحدد بصفه مباشره قدره تخطيط على العوده في النتيجه من عدمه.
الاتحاد الافريقي اختار طاقم حكام من جنوب افريقيا لاداره المباراه، هل من تعليق؟ والله هذا الطاقم يعني بالنسبه للانديه الجزائريه سبق ان كانت في حادثه، يعني هذا الطاقم بالذات في كاس الكونفدراليه الحاليه يعني نسخه 2018 لعب فريق اتحاد العاصمه الجزائري مع فريق بنيجيريا فريق اكوا يونايتد، وهذا الحكم الجنوب افريقي بالذات كان قد سجل مكامله هاتفيه للفريق النيجيري الذين عرضوا عليه رشوه ب 30,000 دولار وقام بالشكوى ضدهم من الاتحاد الافريقي، يعني وكانت يعني الحكايه موضوع تحقيق كبير للقناه البي بي سي وتم معاقبه الحكام، يعني اظن انه الحكم من هذا الجانب لم يكن هناك تخوف كبير منه، لانه حتى في مباراه الذهاب يعني الحكم الاثيوبي حتى لو حرم النادي الاهلي من هدف، يعني هو صحيح نعتقد انه حرم من النادي الاهلي من تسلل غير موجود في لقطه سريعه، لكن لو تلاحظ المباريات المباراه بصفه عامه يعني لم يكن مؤثرا فيها ولم يكن محل احتجاج باللاعبين، لم يحس بوجود حكم يعني في المباراه لانه كان في المستوى، واظن انه هذا الحكم الجنوب الافريقي يعني لا يوجد باي تخوف له من الجانب الجزائري على الاقل، بالنظر الى ما حصل من قبل كما قلت في مباراه النادي النيجيري مع اتحاد العاصمه الجزائري. طيب تسجيلكم هذه الواقعة ضد الطاقم الجنوب أفريقي أو ضد جوميز نفسه كحكم، ما دفعش إدارة الوفاق لتقديم احتجاج على تعيين هذا الطاقم؟ لا بالعكس، هي ارتحت بهذا التعيين، يعني لما حكم يقوم بالتبليغ عن محاولة إشكائه ويبلغ الكونفدرالية فهذا يزيد في نزاهته، صحيح التقصير في مباراة هذا الثلاثاء لا يحتاج إلى حكم نزيه وحاول التقصير يعني بحيث النتائج في المقابلة في المباريات الإفريقية يعني كل الأدوار السابقة وحكم المباريات السابقة ليست محل احتجاج يعني أو تذمر، التقصير بالتأكيد أنه له كل الإعلان من وجود حكام هذا يحتاج اكثر من حقه في مباراه الثلاثاء فقط، وان فاز النادي الاهلي او تاهل على الاقل حقا التي تستاهله يعني بالميدانيه فالاكيد سنكون له بالتاكيد طموحنا في الفوز عليه وطموح جواهر التخطيط واداره التخطيط ولاعبي التخطيط في الفوز وتجاوز عقبه النادي الاهلي والتاهل لنهائي المشروع، ولكن في نفس الوقت ان تمكن النادي الاهلي يعني من العوده بالتاهل سنكون له اول المهنئين وسنكون له في النهائي المشجعين ان شاء الله. ان شاء الله، هل من غيابات في صفوف الوفاق في هذه المباراه؟ بالنسبه للتخطيط لم تكن له غيابات، ولكن الشيء في التخطيط انه يعني نقدر نقول انه يعني شيء معجزه، يعني لان فريق التخطيط تقريبا من الجوله الثالثه من دوري المجموعات هو يعتمد على قائمة إفريقية من 17 لاعب فقط، يعني قائمة إفريقية متقلبة جدا 15 لاعبا وحارسين، يعني هي القائمة من عدد قليل ولكن لم تكن فيها غيابات، بالنسبة للاعبين المؤهلين قريبا المقيدين في القائمة، فيه لاعبين آخرين في نادي تخطيط هم غير مقيدين في القائمة، يعني لا يمكن أن نعتبرهم غائبين. شكرا جزيلا للزميل الأستاذ سمير بشير الصحفي بجريدة الهداف الجزائرية، شكرا لك يا أستاذ سمير. طيب واضح جدا أنه الوفاق على وفاق مع جماهيره، طبع لهم 16,000 تذكرة، في تسهيلات في الدخول، في عرض للتذاكر في ميعاد كافي جدا زي ما قال الزميل الأستاذ سمير بشير علشان تمتلئ المدرجات بأنصار الوفاق. ده بيخلينا نقول مباراة تحت ضغط هذا العدد الكبير من الجماهير المتحمسة، يعني جماهير الجزائر الفرد بعشرة، لأن هم بيدخلوا في حالة من الحماس الشديد جدا والضغط الكبير. فريق الأهلي فيه من الخبرات ومن أصحاب المشاركات الكبيرة والكتيرة في البطولات الأفريقية ما يكفي أن هم يقدروا فعلا يتعاملوا تكتيكيا مع المباراة بشكل جيد. ما نقدرش أبدا نتكلم بأي شكل من أشكال النصح لمع كارتيرون المدير الفني صاحب الخبرات الكبيرة في هذه البطولة والفائز بها من قبل مع مازيمبي، ولا مع الياور المباشر بتاعه الكابتن محمد يوسف المدرب العام اللي أيضا فاز للأهلي بهذه البطولة وهو مدير فني في 2013، آخر ملامسة للأهلي مع الأميرة كانت في عهد محمد يوسف في 2013. فإذا الجهاز الفني عنده هذا القدر الكبير من الخبرات، فريق فيه
عناصر خبرة كبيرة جدا تتمثل في أحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان وبقية اللعيبة أصحاب الخبرات الكبيرة، وكوليبالي أيضا سليف كوليبالي لأنه شارك مع مازيمبي من قبل. كل هذه الخبرات اللي موجودة في عناصر التشكيل في المباراة القادمة كفيلة بالتعامل مع مثل هذه المواقف المهمة جدا. فوز الأهلي بهدفين نتيجة إلى حد كبير جيدة، لكنها ليست مطمئنة كل الاطمئنان. من الممكن جدا الأهلي يكون عنده استراتيجية لعبة مختلفة. يتوقع كارتيرون أنه الوفاق هيبدأ المباراة ضاغط بكل حماسه، ده متوقع وده الطبيعي. هنا بيبقى فيه تعاملات مختلفة ما بين أنه مدرب يميل إلى امتصاص هذا الحماس بشكل أو بآخر ثم يبدأ المباغتة، وما بين واحد يفرض شخصيته من البداية خالص وهو اللي يقلب الطاولة على أصحاب الأرض ويبدأ هو اللي هاجم وهو اللي ضاغط وهو اللي عنده هذه الشجاعة الكافية أملا في أنه هيسجل فيقتل المباراة بشكل كبير. هذه كلها استراتيجيات لعب مختلفة لدى المدربين وفقا لقراءته للمنافس، وفقا لدراسته للموقف الفني وحالة اللاعبين، وفقا لاستقراره على التشكيل اللي يقدر يخدم هذه الأهداف التكتيكية أو تلك. ففي كل الأحوال يجب أن نكون مطمئنين إلى خبرات وكفاءة الجهاز الفني واللاعبين. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للعناصر اللي هيختارها كارتيرون لتمثيل الأهلي في هذه المباراة. ونرجع نأكد، كنا في غنى عن كل هذا القلق حتى وإن كان نوع من القلق الصحي اللي بيستوجب التركيز الشديد، لو كانت النتيجة انتهت بجزء من نص أو ربع الفرص الكتيرة اللي ضاعت تباعا. وأنا أعتقد هذه المباراة تحديدا كفيلة بأن هي تمثل حالة من الدراسة لدى الجهاز الفني على إهدار مثل هذه الفرص السهلة الكتيرة. المباريات الكبيرة الفرص فيها عزيزة شوية، اللعيبة اللي بتشارك تحتاج إلى الكثير من التركيز في التعامل مع الكرة في مناطق الخطورة، لأنه مش كتير هتتاح مثل هذه الفرص. احنا بنتكلم في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، فقتل المباراة بأكبر عدد من الأهداف هو ده اللي ينجي من أي متاعب ومن أي مشاكل ومن أي ضغوط في مباريات العودة، خاصة لما تكون في الجزائر. فكل الأمل بإذن الله أنه مزيد من التركيز، مزيد من التوفيق للجهاز الفني وللعيبة لتخطي هذه المباراة. من الحقيقة المهمة في دوري أبطال أفريقيا أن فترة القيد هتبدأ يوم 20 أكتوبر الحالي، يعني اعتبارا من يوم السبت اللي جاي هتبدأ عملية القيد الشتوي في دوري الأبطال، هتستمر حتى الأول من نوفمبر. يستطيع أي فريق التعديل في القائمة اللي هتكون نهائية بعد الأول من نوفمبر، يمكن إضافة لاعبين يوم 2 نوفمبر وحتى 15. ده القيد الدائم يا جماعة، ده المواعيد الدائمة للبطولة، لأنه البطولة هتبدأ في المواعيد الجديدة ليها بشكل مختلف. فالاتحاد الأفريقي بيعد المواعيد القيد حسب الموسم الجديد القاري اللي زي ما قلت لحضراتكم هيكون لبطل دوري الأبطال فرصة مستثناة أنه يدخل مباشرة إلى دوري المجموعات. فترة القيد الثانية بتبدأ في بأقل من 30 لاعب قبل أسبوعين من بداية دوري المجموعات، وتستمر لغاية 31 يناير 2019. كل فريق قائمته فيها حد أقصى 30 لاعب، شريطة أن يكون في قائمة إضافية لا تتجاوز 7 لاعبين، يعني يقدر يسجل في القيد الأولاني 23 ويسجل في القيد الثاني 7 لاعبين. لو سجل 25 هيبقى عنده 5 أماكن بس ما يقدرش يسجل 22 ويسجل بعد كده 8. العدد الملحق لا يزيد عن 7 لاعبين. يوم 23 مارس 2019 ميعاد سحب قرعة دور الثمانية لغاية الدور النهائي. تقرر أن تكون مباريات البطولة اللي هتكون في بداية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، والمباريات اللي هتكون في منتصف الأسبوع تتلعب دايما يوم الأربعاء. تقرر أن يكون نهائي البطولة يومي 31 مايو و1 يونيو 2019، مع وجوب إقامته قبل 14 يوم من افتتاح بطولة كأس الأمم، اللي هذه المرة هتقام في توقيت صيفي مختلف، هتقام في منتصف يونيو 2019، يعني في نفس توقيت كأس العالم.
المواعيد دايما اللي الناس اتعودت عليها من منتصف يونيو لمنتصف يوليو، ده المواعيد دايما الثابته لكأس العالم، هتستقر فيها أجندة الاتحاد الأفريقي فيما يخص كأس الأمم. يعني خلاص وداعا لشهر يناير في كأس الأمم، وكانت الأندية الأوروبية بالذات اللي عندها لعيبة محترفة بتعترض على الاستعانة بلاعبيها الأفارقة في هذا التوقيت لكأس الأمم. الاتحاد الأفريقي واتساقا مع الأجندة الدولية عدل ميعاد كأس الأمم البطولة الكبيرة عشان تقام في الصيف، فهتقام باستمرار في منتصف يونيو ابتداء من يونيو القادم، ابتداء من يونيو 2019. ده على غرار بطولات الأوروبية سواء الأندية أو كأس الأمم. المواعيد الكاملة لدور الأبطال 2019 هقوله لكم، لكن ماذا ينتظر الأهلي؟ يعني احنا شفنا الرؤية الجزائرية انه في حماس، في إقبال كتير من التذاكر على التذاكر، في 16,000 مشجع متحمس جزائري هيكون في مدرجات الملعب. ماذا عن الأهلي؟ استعداداته الفنية وخبرات لاعبيه. واحد من اللي عصروا هذه التجارب المهمة جدا سواء كلاعب أو كمدرب الكابتن ربيع ياسين اللي سبق له التسجيل أيضا في شباك وفاق الصيف. كابتن ربيع أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ إبراهيم، إزي حضرتك؟ إزيك يا كابتن، أخبارك إيه؟ كله بفضل الله بخير. طمني يا أخبار بالتوفيق. ربنا يخليك. طمني على منتخب الناشئين بتاعك الأول قبل ما نخش في الأهلي والصيف. الحمد لله أنا شغال طبعا حد واتنين، بشوف عدد كبير جدا من اللعيبة. انتقاء يعني مهم جدا، وعندي معسكر من 28 10 ل 6 ان شاء الله 11، ده المعسكر الثاني. شغال في الاتجاهين الانتقاء والبناء عشان نكسب وقتنا. تمام. لان انا باقي لي على السنه على 2018 شهرين. يبقى باقي لي 5 شهور، هيبقى فيهم على الاقل 4 أو 5 تجمعات بالكثير ان شاء الله تعالى. ده تحت 17 يا كابتن مش كده؟ 17. احنا عندنا تصفيات بمشيئه الله تعالى شهر 5 2020. يعني بكره التصفيات، مفيش وقت. صحيح. وقت قليل جدا. صحيح. وانا مطلوب يا يعني ابراهيم صناعه ان شاء الله نجم كبير يقدر يواجه القوه، السرعه، المهاره، الجوانب الكثيره جدا في عالم كره القدم. انت لها دايما وابدا، وانتقاءاتك واختياراتك ما شاء الله يعني دايما بتكون كفيله انك تعمل فرقه كويسه باذن الله. كله باذن الله، بنحاول والله المستعان، وكل خير ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا بقى في الجزائر. انت سجلت في وفاء صليف قبل كده؟ سجلنا، كنا طبعا في 88 اتغلبنا هناك 2-0 في صليف. كنا طبعا لها ظروف الماتش ده، الترتان والظروف، وكنا اداره فنيه جديده مستر فايتسا وولاد جداد وفرقه جديده، انما في مصر قدرنا ان احنا نتعادل 2-2 وفي ضربات الجزاء نخرج. سجلت انا هدف الاول بدماغي يعني ابراهيم حسن اول طويل، ودخلت انا في ستيكس يارد، رحت حاطه على شمال الحارس. دايما وابدا ماتشاتنا في الجزائر فيها مشكلتين، فيها الترتان وفيها المدرجات مش كده؟ فعلا، لكن المره دي الظروف تختلف. الظروف تختلف للاحسن للافضل للفنيات. انا دايما بقيس النتائج ان شاء الله بتوفيق الله سبحانه، ثم الفنيات اللي موجوده، القدرات اللي عندنا. الظروف تختلف تماما، احنا الاحسن، احنا الافضل، احنا الاقدر، احنا الخبرات. دي حقيقه. الوصفه الفنيه من وجهه نظري او اللعيبه اللي موجوده مع الجهاز مع الجيل ده قادر بمشيئه الله تعالى ان يعدي الماتش ده على خير، لان ان شاء الله احنا بالمقياس الفني خلال ال 90 دقيقه بتاع الماتش الاولاني يا استاذ ابراهيم افضل كتير، 5 و6. بالظبط، دي حقيقه. طيب فالصيف الجزائري الكتاب مفتوح قدام المدير الفني الجيد، برضه الناس برضه جيد، الفني جيد وعلى اعلى مستوى، ماشي كويس جدا. اللعيبه عندنا خبرات كويسه جدا، خبرات فنيه، لعيبه تقدر بامر الله تعالى تحافظ على كل الجوانب اللي هيحافظها له المدير الفني على مستوى الدفاع الفردي والجماعي والمستوى الهجوم اللي دايما اللي على مستوى يعني اللي على الفردي والجماعي اللي هو دايما قادر لعيبه النادي الاهلي في اي وقت تطوره من تلت لتلت لتلت بتروح بتسجل بيه الاهداف. النادي الاهلي قادر بمشيئه الله تعالى ان هو يسجل اهداف في الجزائر. احنا متعودين على الجزائر، النادي الاهلي بيلعب في وسط 120,000 هنا، اللعيبه متعوده تحت اي ضغط. كنا بنروح الترجي، بنروح مش عارف ايه في تونس، في المغرب، تحت اي ضغط جمهور او ملاعب النادي الاهلي قادر انه باذن الله تعالى يعديها ويكسب بالخبرات والفنيات اللي موجوده بمشيئه الله تعالى. كابتن ربيع، وانت مدرب كبير، كارتيرون المفروض يبدأ هادئ ولا هو اللي باغت؟
لا احنا النادي الاهلي اعتقد ان انا يعني افرض سيطرتي باسلوبي انا وباسمي ايوه ككيان كبير جدا ولا انا بلعب على البطوله الصبرين ايوه انا بفضل الله تعالى ان النادي الاهلي بمن حضر في اي مكان وفي اي موقعه أيوه. الاهلي بيلعب على البطوله فالطبيعي جدا اللي بيلعب على البطوله يباغت طبعا وعنده شكل هجومي كبير جدا وعنده شخصيه ومعروف زي ما بيهاجم بيدافع ده طبيعي جدا ايوه فالنادي الاهلي اعتقد ان المباغته الهجوميه مطلوبه عشان اقدر احجم الراجل ده طول الوقت واخوفه وده اللي لازم يكون موجود واعتقد انه بنسبه كبيره هيبقى موجود زي ما الاهلي بيهاجم بيدافع ودي شخصيته شخصيه البطل بره جوه معروفه طبعا اذا كان مع طبعا التوازن الدفاعي الالتزام الدفاعي التركيز الدفاعي قله الاخطاء الدفاعيه في الثلث الامامي بتاعنا اليقظه من خط الظهر والوسط وحارس المرمى يعني انا من وجهه نظري ان الاهلي قادر بمشيئه الله تعالى مع المدير الفني مع اللعيبه مع الالتزام مع التركيز مع الرغبه دايما والاصرار النادي الاهلي قادر ان العقبه دي يعدي على خير بمشيئه طبعا طبيعي السوبرين في طبعا حماس وطول عمر الجزائر حماس جمهور أيوه. طبعا في ارض ده طبيعي جدا عامل الارض مهم جدا كل ده هيبقى في حسابات المدير الفني بتاع النادي الاهلي ان شاء الله تعالى طيب الترتان تاثيره ايه؟ يعني ايه يعني الكره هتكون ايقاعها اسرع اللعب التمركز هيكون اصعب مش كده برضو؟ الترتان طبعا مختلف عن النجيل الطبيعي طبيعي مش كلام طبعا الكره بتجري الكره اسرع الزحلقه ممكن الزحلقه على الارض تتعور الترتان ده طبعا مش كلام التحكم في الكوره الشوط الكورسات الباصات التمرير انا اعتقد الحاجات دي كلها بامر الله تعالى المفروض ان احنا برضو يبقى عندنا وقت ان احنا ناخد على الترتان شويه تمرين او اثنين واكثر من تمرين عشان اللعيبه تاخد واعتقد ان الخبرات مع التمرير على الملعب ده دور كبير جدا بمشيئه الله تعالى ان اللعيبه تقدر تتعود على الترتان وتتحكم في الكوره وتقدم مباراه كويسه بمشيئه الله تعالى عوده العناصر الاساسيه يعني بنشوف اكثر من حد رجع والحمد لله بدا يشارك فانا اعتقد السفر بالقوه الكامله يفيد كتير ان شاء الله. طبعا الخبرات اللي مطلوبه طبعا وعوده اللعيبه الكبار في كلام الاهلي كان الله في العون الاهلي بيلعب الفتره اللي فاتت الصبرين بعدد كبير جدا مصاب ما حصلتش اي نادي بيغيب عنده لاعب او اثنين يقول لك يا ده انا عندي اصابات. انما الحدث الكبير جدا ان النادي الاهلي لعبته طبعا وضغوط وقوه منافس وخشونه والتحام منافس وتركيز منافس حاجات كثيره جدا بتاثر مفيش كلام في الاصابات. وماتشات كتيره وحاجات ضغوط كتيره جدا الله يكون في عون اللعيبه لكن اكيد عودتهم يا استاذ ابراهيم مكسب كبير جدا جدا والعوده دي بامر الله تعالى ان شاء الله اللي بقى دور فعال الروح والانسجام والتفاهم والترابط فاكيد عودتهم طبعا جميله مع ان النادي الاهلي قادر بفضل الله تعالى زي ما قلنا دايما بمن حضر في اي مكان في اي موقعه وكلهم طبعا يعني اسره كويسه واللعيبه بتحب النادي وتحب الكيان ويحبوا بعض لعبة ملتزمة كل ده إن شاء الله يبقى له تأثير إيجابي كبير جدا خلال أحداث المباراة بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب نصايحك للعيبة إيه في التعامل مع الحضور الجماهيري الكبير والحماس ده يا كابتن؟ الثبات الانفعالي مهم جدا، التركيز مهم جدا، الالتزام مهم جدا. ماليش دعوة بالمدرج خالص. أنا كنت لسه أقول لحضرتك يا إبراهيم إن أنا بص مفيش خوف من وجهة نظري يعني لأن المدرسة مدرسة الأجيال المتتالية مع بعض في تاريخ النادي الأهلي يقول لك يا صبري إن عمر ما كان لعيب في النادي الأهلي بينصت لمدرجات خارج بلده. تعمل تركز وياما إحنا كنا في النهايات يعني قصدي الأجيال في النهايات يعني مثلا نهايات في تونس، نهايات في المغرب، نهايات في الجزائر والناس نهايات في كوتوكو في غانا في أفريقيا اللاعب لاعب النادي الأهلي عارف دوره وعارف وظيفته وعارف مهامه فما فيش خوف اللعيبة تركيز التزام حب عارفين ان الجيم يخلص في الملعب هم دايما بيركزوا في الملعب وبينصتوا للمدير الفني اللي دايما بيديهم التعليمات عشان ينفذوها ويكسبوا بيها المباراه بمشيئه الله تعالى. اقدر اسال كابتن ربيع عن توقعه للنتيجه؟ ان شاء الله بمشيئه الله تعالى النادي الاهلي هيقدم كويس جدا اداء كويس واداء قوي جدا فنيا على المستوى الفني ان شاء الله وباذن الله هنعمل نتيجه ايجابيه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. الاهلي يفوز هناك باذن الله. بأمر الله قادر إن شاء الله يرجع بنتيجة إيجابية إن شاء الله ونتيجة كبيرة بمشيئة الله تعالى إن شاء الله. شكرا جزيلا لكابتن ربيع ياسين نجم مصر والنادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الناشئين حاليا
اللي زي ما سألته في البداية عن المشروع الجديد اللي بيكونه لمستقبل الكرة المصرية ومن هذا المنتخب. ربيع ياسين واحد من الناس اللي عندها عين كويسة وعندها أمانة وعندها دأب كبير جدا ما بيكلش أبدا. هتلاقوه لف على كل المحافظات، راح معظم الأندية، شاف كل العناصر في هذه المرحلة السنية عشان ينتقل منتخب مصر فريق بإذن الله تعالى يحطه على الطريق الصحيح لمستقبل الكرة المصرية. كابتن ربيع مطمئن لعناصر الخبرة، مطمئن لكفاءة الجهاز الفني، مطمئن لإدراك اللعيبة لمسؤولياتهم والقيمة ومكانة وأهمية البطولة التاسعة يا أهلي. مسألة مهمة جدا، وأعتقد مكاسبها زي ما عددناها لحضراتكم كما هي مفيدة ومهمة للنادي وللفريق، هي أيضا شديدة الأهمية للعيبة. اللعيب بيبني تاريخ، بيكتب مجد، بيشارك في بطولة عالم، بيستفيد على الناحية المالية استفادة كبيرة، وأيضا بيشارك في كأس عالم للأندية. فأنا أعتقد المسألة فيها من الدوافع الكبيرة ما يكفي. عشان كده حتى والزميل التونسي سمير بشير الجزائري وهو يتحدث على أنه الوفاق والأهلي كتاب مفتوح، كان حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي في المباراة الودية الأخيرة اللي لعبها مع الاتصالات وفاز بها 6، كان حريص على أنه يجرب الكثير من بعض النقاط التكتيكية المهمة جدا في هذه المباراة. خرج فيها بستة، 6 رقم اتصالات الأهلي بالوفاء، ده نسبة إلى فريق المصرية للاتصالات اللي خاض معاه الأهلي أمس الأول هذه المباراة الودية، انتهت بستة أهداف. وليد سليمان وأحمد حمودي وعمرو السولية وأحمد الشيخ والصاعد ميشو عمارة وميدو جابر. كانت في مكاسب كبيرة جدا، دي أهداف هذه المباراة التجريبية. كان في مكاسب كتيرة للأهلي في هذه البروفة، أهمها يمكن عودة المصابين في القوة الضربة أحمد فتحي وسعد سمير وحسام عاشور وميدو جابر وصلاح محسن وعمرو السولية اللي شارك قبل كده في مباراة الترسانة والجهاز اطمأن على تمام سلامته. دي مسألة شديدة الأهمية أن أنا ألاقي في مباراة رجع لي أحمد فتحي وسعد سمير وحسام عاشور وصلاح محسن وميدو جابر واتطمنت أكتر على عمرو السولية، فأنا أعتقد دي مباراة فيها من المكاسب ما هو كبير فعلا. المباراة شهدت حدث مهم جدا للاعب كبير، الإصابة أبعدته فترات طويلة جدا، غاب 9 شهور عن الملاعب. شايفين إصابة لاعب بيغيب 9 شهور، يعني سنة كاملة الناس كانت قربت تنسى أنه رامي ربيعة صاحب القدرات الدفاعية الكبيرة لسه موجود في الفريق. رامي غاب طوال هذه الفترة للعلاج، لكن مباراة الاتصالات شهدت لأول مرة عودة رامي ربيعة للمشاركة في المباريات بعد غياب 9 شهور كاملين. شارك رامي ربيعة، مكسب جديد للدفاع، صحيح أنه مش متسجل حاليا لكن هيكون بإذن الله واحد من اللعيبة الخمسة اللي هيدعم بيهم الأهلي صفوفه في يناير اللي جاي إن شاء الله. تم في هذه المباراة أيضا الدفع بأكثر من لاعب صغير، مصطفى شوبير حارس المرمى الواعد، ومحمد عبد المنعم وميشو عمارة في الدفاع، عمار حمدي الصفقة المنضمة للأهلي من النصر، وفي كريم يحيى. تم كمان الاطمئنان على هشام محمد ومحمد شريف وأحمد الشيخ وإسلام محارب وأحمد حمودي وصبر رحيل ووليد سليمان. اطمن الجهاز الفني على اللعيبة الدولية اللي راجعين من المشاركة مع المنتخب، شارك محمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن مع المنتخب وسجل مروان هدف، وشارك وليد أزارو مع المنتخب المغربي وساهم بفوزه 1-0 في الدار البيضاء. ما شاركش وليد في أزارو في مباراة العودة اللي انتهت 2-2. شارك سليف كوليبالي مع منتخب مالي أمام بوروندي وساهم في التعادل 0-0 و1-1. تقلصت قائمة المصابين بوجود أجاييه وعلي معلول في قائمة الإصابات والعلاج فقط. جونيور أجاييه اقترب من العودة للمران لكن لن يشارك قبل قيده في يناير إن شاء الله، وعلي معلول محتاج فترة تأهيل تستمر حتى شهر يناير. الكل خرج بهذه المكاسب الكبيرة، ده
ده مران الاهلي النهارده، محمد نجيب وجونيور اجاييه. يعني اعتقد الجمهور وحشها اجاييه، الناس من طول فتره الغياب بدات تنسى تاثيره اللي كان، عشان الناس اللي بتتكلم على ده اجاييه مع الجهاز الطبي الدكتور خالد محمود عشان يبدا مرحله التاهيل، الناس من كتر الاصابات المؤثره نسيت لعيبه كبيره تقيله ابعدتها الاصابه لفترات طويله. خرجت مجله الاهلي جاهزون للوفاق وان شاء الله هنكسب. بعثه نادي القرن في الجزائر بالقوه الضاربه لمواجهه وفاق سطيف. قلعه الوطنيه تكرم ابطال اكتوبر الاهلاويه. زعيم العرب يرحب بالوصل 28 اكتوبر بالقاهره، والحاوي يتحدى الترتان في الجزائر. الاهرام كانت عناوينها. الاهلي يبدا مرحله الاعداد الاخيره لمواجهه سطيف في دوري ابطال افريقيا. كارتيرون يلقن لاعبيه خطه مباراه الاياب ويطمئن على كوليبالي بعد شائعات الاصابه. الاهرام المسائي قالت كبار الاهلي في قبضه سطيف. كارتيرون يربط مصير الخبره بنهائي دوري الابطال، والفخ الجزائري في انتظار اربعه لاعبين. يشير تقرير الاهرام المسائي، باتريس كارتيرون ربط مصير هؤلاء اللاعبين بنتيجه اللقاء وصعود الاهلي لنهائي البطوله، هم تحديدا احمد فتحي المدافع الايمن، حسام عاشور محور الارتكاز، مؤمن زكريا صانع الالعاب، المغربي وليد ازارو راس الحربه، ومؤمن من عناصر الخبره الثقيله في الفرقه. بقول لكم لما يبقى في حسام عاشور واحمد فتحي ووليد سليمان ومؤمن زكريا كعناصر خبره كبيره في المشاركات الافريقيه، يدعمهم شريف اكرامي والشناوي، يدعمهم ايضا سليف كوليبالي بخبراته وسعد سمير بجاهزيته وروحه العاليه، ايمن اشرف سواء تم الاستقرار على مشاركته في الناحيه الشمال او شارك سيرد باك، في كل الاحوال اعتقد عناصر الكفاءه الكثيره اللي جاهزه في الفريق تدفع للاطمئنان، لكن اهم شيء يكون المزيد من التركيز. كلام على انه حسب تقرير الاهرام المسائي انه الخواجه رابط مصير اربع لعيبه بنتيجه مباراه، ده كلام ما يحصلش في اي فرقه مركز شباب مش في النادي الاهلي. ما اقدرش اقول الاربع لعيبه دول لو الاهلي ما كسبش انا همشيهم، وانا ما بلعبش بطوله واحده وما بلعبش مباراه واحده، والاهلي لا يتعامل بهذا الشكل. صحيح انه العناصر الكبيره في السن، وده يمكن الكلام بهذه الطريقه، العناصر الكبيره في الفريق عندها من الخبرات ما يساعدها، وعندها من الدوافع ما يشجعها ان هي تسعى لكتابه مجد اضافي ليها في سجلاتها مع كره القدم. دي مساله مهمه جدا، هنا الدوافع مشتركه. اللعيبه الصغيره نفسها تكون موجوده في كاس العالم يتكتب لها في التاريخ، واللعيبه الكبار اللي شاركت في بطولات كاس العالم السابقه زي حسام عاشور واحمد فتحي وشريف اكرامي ومؤمن زكريا مؤكد انه عندهم الرغبه لزياره جديده للمونديال، خاصه لما يكون في دبي. ما يكون في دبي عندهم فرصه عاليه جدا في حضور جماهير كبير باذن الله لتقديم صوره طيبه عنهم وعن الكره المصريه وكره النادي الاهلي. جريده الخبر الجزائريه قالت مدرب الاهلي يحذر من الجماهير الجزائريه. وقالت هذه الصحيفه انه كارتيرون مثلما جاء في هذا التقرير انه اجواء افريقيا بشكل عام سبق ان عاشها عندما كان مدربا لمازيمبي الكونغولي، وانه يعلم جيدا طبيعه الجماهير الجزائريه وحماس المدرجات في الجزائر، وحذر لاعبته كتير خشيه تكرار الاعمال التي وصفها بالشغب مثلما كان عليه الحال في لقاء شباب بلوزداد وضيفه اتحاد العاصمه. ووصل نفس التقرير في اثاره الخوف وسط الاهلي بالقول ان الطاقم الفني للاهلي يخشى ان تكون جماهير الجزائر هي سبب الضغط الذي يشعر به لاعبو الفريق. يعني عايزين يقولوا ان كارتيرون بيصدر لنا القلق بدري بدري، وعايز يقول انه الجماهير اللي هتبقى موجوده زي ما هي عامل ضغط عليا، هي بالعكس عامل ضغط على لعيبه سطيف نفسهم، لانه هذا الضغط الشديد في مطالبه فريق بتعديل نتيجه 2-0 قدام فريق تقيل بخبرات عاليه زي النادي الاهلي، وهم بيحملوا له كل التقدير والاحترام، هم شايفين المساله صعبه. بس مثل هذه المباريات بتبقى رهينه المبادئه، مين اللي هيبادر، مين اللي هيمسك بزمام المبادره،
مين اللي هيقدر يفرض كلمته وشخصيته بدري بدري. لعيبه الاهلي عندها القدره على كده، كارترون عنده الخبره انه يعمل ده، هم نفسهم الجزائريين بيقولوا كارترون بيحاول يصدر لنا قلق انه جمهوركم هيكون عامل سلبي بالنسبه لكم. ده موجود لانه باستمرار في ضغوط كبيره جدا. نتمنى ان شاء الله رؤيه كارترون تكون حاضره، زي ما قال ايضا او نقلت جريده النهار الجزائريه، كلهم مركزين، صحف الجزائر مركزه على تحذيرات كارترون من المدرجات الجزائريه. قال انه يحذر من ضغط الاصطيفيه اللي هم مشجعي وفاق سطيف. اضاف كارترون سبق لي مواجهه وفاق سطيف على ميدانه، يعني في هذا الملعب، عندما كنت مدربا لنادي تي بي مازيمبي. سيكون هناك جمهور غفير، علينا التعامل جيدا مع هذا الضغط الذي ينتظرنا. كويس انه دي خبرات كارترون على مثل هذه المواجهات. المهندس سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي هيسبق البعثه في السفر للجزائر غدا الجمعه ان شاء الله. هيسافر قبلها ب 48 ساعه عشان يعمل كل الترتيبات اللازمه لاستقبال الفريق واقامته وتدريباته وتحركاته، بحيث يسافر الفريق ان شاء الله يوم الاحد يكون كل شيء جيد وتمام. المباراه هتكون الساعه 9 في توقيت القاهره يوم الثلاثاء القادم على ملعب 8 مايو، وهو يحمل ذكرى 8 مايو عام 45. دي في مدينة سطيف اللي بتبعد عن العاصمة الجزائر حوالي 270 كيلو. طبعا المباراة مهمة، والمباراة في السيمي فاينل لدوري الأبطال، عشان كده لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي بتختار طاقم كبير بقيادة فيكتور جوميز الحكم الجنوب الأفريقي. هو أدار مباراة كامبالا سيتي والأهلي في كامبالا في شهر مايو الماضي، الأهلي خسرها بهدفين. احتسب للأهلي يومها ضربة جزاء لو تفتكروا أهدرها وليد سليمان، لكن لعيبة الأهلي لم تشكو منه رغم الهزيمة. ساعده في إدارة المباراة القادمة أو هيساعده في المباراة اللي جاية زاكيل سويلا وجون سيلو. ملعب المباراة من النجيل الصناعي، وزي ما قال لكم الكابتن ربيع ياسين، النجيل الصناعي أو الترتان عيبه بالنسبة للعيبة اللي مش معتاد عليه ده الملعب، وهو النجيلة بتاعته الترتان من الجيل السادس للترتان، بيبقى دايما وابدا مشاكله الكره عليه بتبقى اسرع. ايضا تمركز اللاعبين على الارض بيتعرضوا اكتر للزحلقه بدون ثبات على ارض الملعب. التحكم في الكره مش هيكون بالنسبه العاليه زي النجيل الطبيعي. انا اعتقد كلها ظروف يحتاج الجهاز الفني لتدريب اللعيبه على هذه الارضيه لوقت كافي. هو هيتمرن في الجزائر مرتين، يوم الحد يوم الوصول ويوم الاثنين المران الاخير. ولكن زي ما الزميل الجزائري سمير بشير قال انه الوفاق والاهلي كتاب مفتوح، ومع هذا وبرغم ده كل واحد فيهم هتلاقيه ميال كتير جدا لمحاوله التكتيم، محاوله الحفاظ على اسراره، محاوله التمويه على المنافس. ففي تقديرنا انه كارترون هيسافر الجزائر وهو مخلص كل اموره التكتيكيه، حاسم شكل اللعب اللي هيلعب بيه، حاسم بعض الجمل التكتيكيه اللي عايز ينفذها، حاسم بشكل نهائي التشكيل اللي هيستقر عليه. ممكن هناك يكون تدريبات خاصه ببعض الاطمئنان على مراجعات اخيره نهائيه او على الحفاظ على الناحيه البدنيه، لكن الامر التكتيكي مؤكد. كارترون ومحمد يوسف هيسافروا من هنا وكل الامور باذن الله تكون محسومة. ملعب المباراة 8 مايو بيلقب باسم النار والانتصار، النوعية من العشب الصناعي. عدد الحضور فيه يمكن هم سمحوا ب 16,000 مشجع فقط اللي تم طباعة التذاكر بالنسبة لهم، لكن سعة الملعب الإجمالية 25,000 متفرج. ده افتتح في 3 مايو 72، آخر تجديد له كان عام 2008. الملعب ده ليه بالنجيل الصناعي؟ ليه الترتان في الجزائر؟ مدينة سطيف متواجدة في ارتفاع عن سطح البحر يقدر ب 1100 متر. 1100 متر ارتفاع عن سطح البحر مسألة ليست سهلة على الإطلاق، قريبة من سلسلة جبال الأطلس. هيتميز الشتاء في سطيف بالبرد القارس الشديد جدا، فيه تساقط للتلج، فبالتالي أرضية الملعب لو نجيل طبيعي مش هيكون من السهل عليهم استخدامه في فترة الشتاء. فعشان كده هذا الارتفاع الكبير عن سطح البحر
وهذا الشتاء القارس والأمطار الثلجية بتدفع السلطات المحلية في ولاية سطيف إلى استبدال أرضية الملعب الطبيعية لما افتتحوه سنة 72 بأخرى صناعية، أولا عشان يوفروا التكاليف في الصيانة اللي مطلوبة للنجيل الطبيعي باستمرار، ويتفادوا مشكلة التلج الشديد اللي بيكون طبيعة الطقس في شهر في الشتاء في وفاق سطيف. هذا الملعب مغطى بالجيل السادس من الترتان، وده جيل أو نوعية نجيلة معتمدة من الاتحاد الدولي. الأهلي عنده كل هذه التطلعات، الجماهير عندها كل هذا الحلم الكبير، بتسعى يا أهلي في هذا التقرير الصوتي اللي أيضا بيلقي نظرة على صفحات السوشيال ميديا الأهلوية، كيف ترى مواجهة الأهلي ووفاق سطيف. ننتقل إلى هذا التقرير الصوتي ونطلع منه الفاصل ونواصل بعد الفاصل. والخطيب يرقص وراجع دقيق وهيجي جول، يا جول تصوير وجول محمد أبو تريكة، والعرضية جميلة، رسالة عماد 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 يحيى عماد، وكورة من وليد سليمان، والهدف الثاني، الهدف الثاني لوليد سليمان. وسط زخم الحديث عن منتخب مصر والحالة الصحية للكابتن الخطيب، أطلت مواجهة الأهلي ووفاق سطيف على سطح الصفحات مبكرا. هو الحدث الذي نتوقع أن يكون سببا في اكتساء صفحات السوشيال ميديا باللون الأحمر خلال الساعات القادمة، وذلك حتى موعد المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من الشهر الحالي. كانت أكثر ما لفت الأنظار صورة لتغريدة نقلتها صفحة الأهلي اليوم على إنستغرام لمشجع إماراتي أهلاوي غرد فيها عبر تويتر مدونا: المصريون يتمنون فوز الأهلي ببطولة إفريقيا لإضافة إنجاز، ونحن نتمنى فوزه عشان يجي الإمارات وتنجح البطولة. عندما يحضر الأهلي يضغى حضوره حتى على ريال مدريد. الحمد لله على نعمة الأهلي. والخطيب يرقص وراجع دقيق وهيجي جول، يا جول تصوير وجول محمد أبو تريكة، والعرضية جميلة، رسالة عماد 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 يحيى عماد، وكورة من وليد سليمان، والهدف الثاني، الهدف الثاني لوليد سليمان. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة التاريخية ناصعة والهري مستمر. الحقيقة التاريخية اللي كانت من 18 سنة فاتت لما أعلن الاتحاد الأفريقي وفق معايير منضبطة وواضحة وصريحة عن كيفية اختيار نادي القرن وتتويج الأهلي بهذا اللقب، اللي كانت معاييره أعدت من نهاية عام 93 وأعلنت رسميا مطلع عام 94، يعني قبل نهاية القرن بست سبع سنوات كانت المسألة مستقرة من معاييرها، ولا حد كان عارف في الست سنين اللي تالية ليها الأهلي هينسحب من أفريقيا وهيغيب والزمالك هيشارك بدلا منه، ولا حد عارف التراكم هيمشي ازاي. ومع هذا أعلن الأهلي، لما أعلن الأهلي نادي للقرن فضل الهري مستمر والاتهامات مستمرة ومحاولة سلب الألقاب مستمرة. عرضنا في الحلقة الماضية الحقيقة بشكل رآه الكثيرون تفصيليا وحاسما لمعايير الاختيار والدقة الأسانيد للاتحاد الأفريقي وإزاي المسألة مشيت على نفس النهج اللي الاتحاد الأوروبي سار عليه. الميلان عنده عدد كاسات أكتر، وده الميلان 13 والريال 12، ومع هذا حساب نادي القرن وفقا لنقاط المشاركة وعدد مرات المشاركات والبطولات ادت اللقب الأوروبي لريال مدريد. الميلان ما عملش جنازة، ما كتبش على أوراقه ان هو نادي القرن الحقيقي، ما اتهمش الريال مدريد انه سلب حقه، ناس عندها قدر من الفهم لطبيعة حسم هذه الأمور.
طالبنا احنا كل من يعترض وكل واحد يطلع ورقه من اي حته ويكتب على اي موقع اللي هو عايزه، يا جماعه انتوا بتتكلموا في حاجه قانونيه، ما تروح للمحكمه، ما تروح للاتحاد الدولي، ما تروح للاتحاد الافريقي، ما تروح للجنه الاولمبيه الدوليه، روح لاي جهه رسميه اشتكي لها. لكن الكلام في الاكتفاء بالنواحي الاعلاميه مساله النتيجه الوحيده المباشره ليها ان هي بتزيد الاحتقان بين الجماهير. اذا كان الاهلي نادي القرن في افريقيا فالزمالك وصيف نادي القرن في افريقيا، وفي حد ذاته هذا الاختيار قيمه كبيره جدا مشرفه للكره المصريه، انه يبقى عندنا ناديين الاول والثاني على مستوى افريقيا بموجب هذا الاختيار في القرن العشرين. دي مساله شديده القيمه في الكره المصريه لو احنا بصينا لها بهذه النظره، مش ترتيب مقاعد ولا مين قاعد على الكرسي ده، لا، وجود ناديين من مصر في صداره التصنيف الافريقي هذا شيء يجب ان يسعدنا جميعا كمصريين. الزمالك حسب موقعه الرسمي قال ان هو رايح للمحكمه الرياضيه الدوليه يشتكي من لقب نادي القرن، وحسنا فعل. قلت لكم احنا اللي طالبنا بكده، يا جماعه روحوا لجهات تحقيق رسميه تحسم لكم الامور، وتسال الاتحاد الافريقي وتسال الجهات المسؤوله الامر ده تم حسمه ازاي، الاهلي خد نمره زياده على الزمالك ولا لا، المعيار اللي تم اقراره هنا هو هنا ولا لا، ويتم محاكمه كل هذه الضوابط والمعايير اللي على اساسها تم التصنيف. من اهتمام الناس بقضيه نادي القرن وبالجدل الاعلامي المتفاعل ايضا على السطح الاعلامي الالكتروني، الزميل العزيز احمد اسامه عمل فيديو مطول شويه لكن في قذائف اسامه هذه محاوله الرد على حقيقه حساب الفيفا وكيفيه وضع هذه المعايير لاحتساب نادي القرن. نشوف احمد اسامه. اهلا بيكم في حلقه جديده واكذوبه مش جديده، ولا حتى اقدر اقول انها اكذوبه متجدده، ولكن هي اكذوبه متكرره. 18 سنه نفس الكلام اللي بيتقال هو الكلام اللي بيتقال بدون تعب او ملل او حتى تجديد او ابداع. 18 سنه واحنا في اكذوبه الزمالك نادي القرن الحقيقي. الغريب ان اي منتمي لنادي الزمالك سواء كان اعلامي او مسؤول او حتى عنده متابعين على السوشيال ميديا او بتجات نادي الزمالك على السوشيال ميديا او مشجع عادي، كلهم بيوصلونا النتيجة الواحدة لما بيتكلموا في قضية نادي القرن، انهم ما عندهمش اي معلومة عن القضية بالظبط زي اي واحد مش دارس قانون. صحيته من النوم ولبست روب المحاماة وقلت له الحق عندك جلسة بعد نص ساعة في المحكمة. واحد مش دارس قانون ولا قرا قضية ولا حتى عارف موكله ده جاني ولا مجني عليه، فبالتالي بيقول اي كلام لا له اي اساس من الصحة ولا له اي سند قانوني. بالظبط ده حال الزملكاوي 18 سنة، بدل ما انه يبحث وينقب ويعرف الحقيقه او حتى يتجه بالشكوى للجهات الرسميه، 18 سنه بيقنع نفسه وبيحاول يقنع الاخرين ان منح الكاف لقب نادي القرن للنادي الاهلي هو عباره عن مؤامره او ديل تم بين مصطفى مراد فهمي وعيسى حياته بدليل ان الكاميرون منتخب القرن. لا 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 بعد اذنك، عشان كاميرون موضوع الكاميرون موضوع الكاميرون، الكاميرون دخل راحت كاس العالم اربع مرات 82 90 صح؟ 82 90 94 98 وخدت 3 كاس امم، مصر خدت 4 كاس امم واثنين كاس عالم، يعني منطقيا الكاميرون احق. بس لو قلنا بالبطولات، الكاميرون اول بطوله دخلتها في السبعينات، مصر من 57 جمعت بقى ايه، طلعت مع زائير في 70 تاني، طلعت رابع، لو بالبوينتس يبقى مصر نادي القرن منتخب القرن فعلا. اه والله العظيم. ليه بقى؟ لان شاركت اكتر منه 6 بطولات، جمعت ابن طلعت رابع وثالث، ما بنفس المنطق راحوا حسبوا للاهلي بالبوينتس والمنتخب مصر بالبطولات. ده صديق شخص الكابتن خالد غندور من 2009، ومش ده المهم، المهم ان ده احد الاشخاص اللي اصبح بيكون وجهه نظر كابتن خالد غندور في القضايا المثاره حاليا، تقدر تعتبره كده معد شخص الكابتن خالد الغندور. وما تستغربش ان كابتن خالد غندور اتعجب ان من كلامه وهو بيقول ان منتخب القرن بالبطولات ونادي القرن كان بالنقاط، لان كابتن خالد غندور كل ما هنالك كان عاوز يجره ان هو يقسم بالله ان منتخب القرن كان بالبطولات. وطبعا خلاص من خلال تجاربنا عارفين اي زملكاوي يقسم بالله ما تصدقوش. لكن هل كابتن خالد اكتفى بضيفه وراء ضيفه عشان يثبت المؤامره او الديل اللي تم بين مصطفى مراد فهمي وعيسى حياته؟ لا، كابتن خالد كمان عمل مداخله في نفس الحلقه لصحفي من الاهرام، تعال نسمع قال ايه. ودي معلومه وكان كتبها الاستاذ ايمن ابو
وعايز في الاهرام. انه القواعد اللي وضعت لنادي القرن سواء نادي القرن لنادي القرن ومنتخب القرن واخد بال حضرتك، تم فيها ظلم منتخب مصر وظلم نادي الزمالك. يعني دي اتعمل بين مصطفى مراد فهمي وعيسى حياتي، الكاميرون تاخد دولة القرن او 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 منتخب القرن والنادي الاهلي ياخد نادي القرن. واخد بال حضرتك؟ ده خد الحته بتاعته وده خد الحته بتاعته، اللي ظلم فيها مين؟ ظلم منتخب مصر، لان القواعد اللي وضعت واخد بال حضرتك اعتمدت على البطولات مش النقاط. بالنسبه عكس نادي القرن، نادي القرن اتحط فيه نقاط. ده صحفي شغال في صحيفة من أعرق وأقدم الصحف القومية في مصر وهي صحيفة الأهرام، وهنا بيمثل الإعلام المقروء في حضرة كابتن خالد الرندور اللي بيمثل الإعلام المرئي. والحقيقة الاتنين للأسف بيفتقدوا أدنى مؤهلات العمل الإعلامي وهي المعلومة الصحيحة، عشان كده قررنا نجيب المعلومة الصحيحة ومن مصادر موثقة، وأعتقد مفيش أفضل من موقع الفيفا الرسمي اللي نشر معايير منتخب القرن في افريقيا وعلى اي اساس تم تحديد منتخب الكاميرون كمنتخب للقرن في افريقيا. واهم حاجه هتلاقيها في الموضوع ان منتخب القرن في افريقيا تم اختياره بالنقاط وليس البطولات، وده اكبر دليل على كذب الدعاءات من يدعي من الزملكاويه ان في ديل تم بين مصطفى مراد فهمي وعيسى حياته على منح النادي الاهلي لقب نادي القرن ومنح منتخب الكاميرون منتخب القرن. لكن ايه هي المعايير دي؟ تعالوا نشوف. الكاف لما جاي يحط المعايير اللي على اساسها يتم اختيار منتخب القرن في افريقيا، حط نقاط للمشاركه في امم افريقيا ونقاط للصعود لكاس العالم. وعشان امم افريقيا بدات سنه 57 بثلاث منتخبات وانتهت في سنه 2000 ب 16 منتخب، قرر الكاف ان هو يقسم النقاط الى حقب زمنيه على حسب عدد الفرق المشاركه. يعني ايه؟ يعني من سنه 57 لسنه 59 شارك ثلاث فرق هيكون لها معيار من النقاط، ومن سنة 62 لسنة 65 شارك من 4 لـ6 فرق هيكون لها معيار من النقاط. وده فعلا اللي الكاف عمله من سنة 57 لسنة 59 بمشاركة 3 فرق، حط معيار ان البطل يحصل على نقطتين والوصيف يحصل على نقطة والتالت مش هياخد حاجة. ومن 62 لـ65 شارك في بطولة 4 فرق وبطولة 6 فرق، فكان البطل بيحصل على 3 نقط والوصيف على نقطتين والمركز التالت على نقطة. اما الحقبة الاطول وهي من 68 ل 90، ودي كانت كل المشاركات فيها عبارة عن 8 منتخبات، الكاف قرر ان يكون البطل 4 نقط والوصيف 3 نقط والتالت 2.5 نقط والرابع 2. ومن 92 94 يعني هم الطولتين شارك فيهم 12 منتخب، البطل 4 نقط، الوصيف 3 نقط، التالت 2.5 نقط، الرابع 2، والاول مرة بيدخل الصاعد لدور الثمانية عشان ياخد نقطة. اما من 96 ل 2000 كان مشارك 16 منتخب، ومن هنا بقى البطل بيحصل على 5 نقط والوصيف 4 والتالت 3 والرابع 2.5 ودور الثمانية برضو نقطة واحدة. لكن ايه هو توزيع النقاط بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون الاثنين طرفي النزاع خلال الحقب الزمنية اللي حددها الكاف؟ منتخب مصر من 57 ل 59 شارك في البطولتين وحقق البطولتين وبالتالي كان مجموعه 4 نقاط، في حين كان لسه ما ظهرش منتخب الكاميرون. ومصر من 62 ل 65 في ظل برضه عدم ظهور منتخب الكاميرون افريقيا حصل على 3 نقاط عشان خد الوصيف مره والتالت مره. اما اطول حقبه اللي هي من 68 ل 90 ودي شهدت اول ظهور لمنتخب الكاميرون اللي شارك في افريقيا لاول مره في تاريخه عام 1970. قدر منتخب مصر يجمع 15 نقطه من الحقبه دي في مقابل 13.5 نقطه لمنتخب الكاميرون. تقدر في اي وقت توقف الفيديو وتراجع توزيع النقاط. اما بطوله من 92 او الفتره الزمنيه من 92 ل 94 مصر حققت نقطه واحده مقابل نقطتين لمنتخب الكاميرون. ومن 96 ل 2000 قدرت مصر تجمع 7 نقاط في حين ان منتخب الكاميرون جمع فقط 6 نقاط عشان يكون اجمالي نقاط منتخب مصر من المشاركه في امم افريقيا 30 نقطه مقابل 21.5 نقطة لمنتخب الكاميرون. واعتقد ده فرق طبيعي جدا لان منتخب مصر شارك قبل منتخب الكاميرون بفتره زمنيه. رغم تفوق منتخب مصر على منتخب الكاميرون في النقاط اللي حصل عليها من مشاركات في امم افريقيا، منتخب مصر 30 والكاميرون 21.5، الا ان في نهايه التصنيف منتخب الكاميرون تخطى منتخب مصر، وده بسبب المشاركه في كاس العالم. الكاف كان حاطط معيار المشاركه في كاس العالم ب5 نقط،
ولو تخطيت اي دور في مسابقه كاس العالم الدور بنقطتين. منتخب مصر للاسف شارك مرتين بس سنه 1934 و1990 وحصل على 5 نقط نتيجه مشاركته في كل بطوله لانه خرج من الدور الاول، فكانت المحصله 10 نقاط فقط لا غير، في حين منتخب الكاميرون شارك 4 مرات منهم 3 مرات خرج من الدور الاول وحصل على 5 نقاط عن كل مشاركه، ومشاركه حقق فيها الانجاز بالصعود لدور الثمانيه، وبالتالي جمع في المشاركه دي 9 نقاط عشان يكون اجمالي النقاط اللي حصل عليها بمشاركته في بطوله كاس العالم هي 24 نقطه مقابل 10 نقاط في مصر. بالتالي لو جمعنا النقاط اللي حصل عليها كل منتخب من خلال مشاركته في كاس العالم وكمان مشاركته في امم افريقيا هتبقى المحصله في النهايه 40 نقطه لمنتخب مصر و45 نقطه ونص لمنتخب الكاميرون عشان يفوز منتخب الكاميرون بمنتخب القرن في افريقيا. الاهم او المفاجاه ان منتخب نيجيريا كان الثاني ب 42 نقطه ونص ومنتخب مصر كان في المركز الثالث ب 40 نقطه. اعتقد بعد ما عرضنا بالتفصيل معايير اختيار منتخب القرن اي كلام عن شبهه تواطؤ او مجامله او اتفاق بين عيسى حياه ومصطفى مراد فهمي هو كلام المفروض لا يعتد به، وكل اللي نقدر نعمله اننا نشفق على مردد هذا الكلام. حقيقة بنحيي الزميل أحمد أسامة على هذا العرض والسرد الدقيق والموثق، وده يا جماعة اللي مطلوب، يمكن مش مطلوب من الجمهور وحتى على المتعاطين مع السوشيال ميديا وغيره، في النهاية هم هو ما أتمناه على كل الزملاء اللي بيتعرضوا إلى أي مسألة تخص نواحي توثيقية. الأول دور على المعلومة الصحيحة، ما تصدرش أحكام وتطلق أحكام بناء على معلومات غلط. هذا كلام قد يكون مقبول لأي حد مش متخصص، لكن لحد هيراعي قيمة الكلمة وأهمية الكلام اللي هيقوله أو الكلام اللي هيكتبه لازم أن يكون مستند إلى معلومة حقيقية يفسرها ويأولها ويلوي عنقها براحته، بس مبدئيا يبقى في معلومة حقيقية. لكنه غير معقول بالمرة ان احنا نتكلم ونطلع احكام ونحكي قصص واوهام وفي النهاية مش على ارضية معلوماتية صحيحة بناء على تخيلات تهيؤات حاجات تانية خالص. الامر اتضح، الامر ظهر، الزمالك قال هيروح المحكمة الرياضية الدولية، خلاص قضي الامر. احنا هذا الامر لا يعنينا على الاطلاق، كان كل ما يهمنا فيه ان احنا نوضحه لجمهورنا للأجيال الجديدة من الجماهير، ردا على كل من يحاول تزييف وعي هذه الجماهير أو الإدعاء بالباطل على قيمة تاريخية للنادي الأهلي تتمثل في لقب نادي القرن، لأنه في الأول والآخر دي نتيجة أو ده نتيجة مجهود لأجيال وجهود لكل الأجيال اللي مثلت النادي الأهلي في المعترك الأفريقي منذ بدايته، انتهى إلى أنه الأهلي يبقى نادي القرن في أفريقيا، والحمد لله مع الجيل الجديد من اللاعبين محافظ على صدارة هذا التصنيف. وجود الزمالك مع الأهلي مسألة مهمة جدا، نتمنى أن الزمالك يعود ويرجع يحافظ ويوصل للمركز الثاني في التصنيف، لأنه ابتعاده لفترات طويلة نتيجة عدم إحرازه أي لقب من 2002 دي مسألة لا تليق بنادي الزمالك كنادي كبير جدا. نتمنى له أنه يرجع يتبوى مكانه الطبيعي عشان تكون الكرة المصرية بالجناحين بتوعها الأهلي والزمالك. المنتخب هو اللي محتاج مساندة، منتخب تأهل للأمم الأفريقية، فاز على سوازيلاند في مباراة العودة 2-0، حسم الصعود لأنه منتخب تونس في المجموعة الأولى عنده 12 نقطة، منتخب مصر عنده 9 نقاط، سوازيلاند والنيجر الاثنين كل واحد فيهم عنده نقطة، اللي باقيين مباراتين مجموعهم 6 نقاط، يعني أي واحدة من الاثنين النيجر أو سوازيلاند لو فاز الماتشين مش هيزيد رصيده النهائي على 7 نقاط، فبالتالي مصر عندها 9. صعد منتخب تونس ومنتخب مصر بصفة رسمية لبطولة الأمم اللي هتكون في شهر يونيو، ده الجديد بتاعها إنها تكون في الصيف في يونيو إن شاء الله في الكاميرون 2019. تأهلت مدغشقر لأول مرة في تاريخها، تأهلت طبعا الكاميرون صاحبة الأرض ومصر وتونس والسنغال، في نقطة واحدة هتكفي غينيا وأوغندا للتأهل، موريتانيا محتاجة تكسب، الجزائر والمغرب وغانا وكوت ديفوار منتخبات محتاجين جهود أكتر وفرصهم ليست محسومة. هذا هو الوضع، كل ما نتمناه
مزيد من الموضوعيه في التعامل مع منتخب مصر. فيه ريحه فتنه رياضيه بتظهر في اختيارات المنتخب. الناس اللي بتتكلم على خطا الشناوي او خطا طارق حامد، المساله لا، لما يتعلق الامر بمنتخب مصر ارجو ان الناس اللي عمال ماسك الطوب حتف للشناوي لمجرد انه حارس للنادي الاهلي او جمهور يلوم على طارق حامد خطأه الفادح اللي تسبب في هدف في مباراة القاهرة، الكل يتوقف، لانه الكل يجب ان يكون تحت علم مصر وفي خدمة منتخب مصر. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير، ونسيبكم مع زين النوادي. تحية وجلالا، تحية وجلالا، أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية الوادي. لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمع في هوى حادي، سجلت فيها من الأمجاد مقهرة، عزت على كل أرض.